جنوب افريقيا سيرمي بكل ثقه، لا يخسر شيئا في هذه المباراه. والله الاخضر صدقني ان احسن منتخب عجبني من بدايه الدوري الحالي هو منتخب جنوب افريقيا. الجميع يؤكد ذلك. المنتخب يعني منظم، منتخب ما عندوش اسامي كبار. تنقصوا الخبره؟ ولو تنقصوا الخبره بدون ادنى شك، لانهم لاعبين كلهم صغار. نعم. كانوا موجودين مع المدرب هذا في منتخب الشباب وموجودين معه في المنتخب الاولمبي، لم يستدعي لاعبين. تأهلوا على حساب نيجيريا. لم يستدعي لاعبين يعني ينشطوا في اوروبا، تأهل في مجموعه صعبه جدا موجود فيها بطل افريقيا. نعم. السابق واللي شارك في كاس العالم السابقه، لكن في تنظيمهم في تعاملهم مع المباريات في السرعه نتاعهم خاصه في التحول من النزعه الدفاعيه للنزعه الهجوميه بسرعه جدا في اقل لمسه ممكنه باكثر عدد من اللاعبين ممكنين، يعني تنويع اللعب نتاعهم عجبني كثير وباش يقلقوا كثير. نعم. في مباراه اليوم، ولو انه المنتخب الغاني عنده خبره اكثر وعنده لاعبين محنكين اكثر، لكن ايضا الفريق هذا اللي. نعم. شاهدناه في المباراتين الماضيين عنده ما يقول في الدوره هذه. اذا لذوي القلوب الرهيفة احذروا إذا متابعة هذه المباريات. نذهب إلى فاصل ثم نواصل. أو مع أريدو مباريات كأس إفريقيا للأمم 2015. هكذا إذن يقود جيان زملائه قبيل المباراة، قبيل الدخول. إذن هكذا يحضر الأفارقة المباريات بالغناء والرقص أيضا في انتظار المباراة الهامة جدا لمنتخب غانا أمام جنوب إفريقيا. إذن المباراة ستكون على HD4 وهي صعبة للمنتخبين. أجواء إفريقية رائعة. إذن غانا غيرت من اللاعبين، لكن لازال المنتخب قوي ومخيف، حتى لا يلعب مثل ما حدث مع الجزائر لكن يفوز. جيان فقط من القدماء او الاخوين ايو غاب اسيان مثلا. هؤلاء هم الوحيدون، ولكن هنالك جدد دخلوا. انظر، ستة لاعبين مهاجمون بنفس هجومي، حتى وكاسو موجود اليوم. نعم. avec des joueurs oui oui c'est avec Atsu Ayou الاخوان ايو غيان وكاسو وحتى اكوا qui est celui qui est soi-disant positionné ici comme le milieu اكوا الذي يظهر وكانه وسط ميدان، ولكنه هو سيكون وسط ميدان هجومي. اذا ستة لاعبين يلعبون الهجوم. انت تعرف لماذا يلعب غانا هذا المباراة؟ يلعبون فقط لاجل انت مع جنوب افريقيا. صحيح، لو فاز الجنوب افريقيا حتى ولو تعادلنا احنا نكونوا متاهلين، ولكن صحيح يلعبوا بتقريبا خمسه ولا ست نزعه هجوميه اكثر، يعني خمس مهاجمين وحتى وسط ميدان اكثر هجومي، ولهذا نظن راح يخلي الفراغات حتى اللي زمان نحذروا من فريق جنوب افريقيا، يعني بالمردود اللي قدموا من قبل خاصة باللاعبين وقوة السرعة تاعهم في الهجوم، يعني يقدر حتى جنوب افريقيا يصنع الفرق في هذه المباراة. صحيح. وغانا ايضا ربما خبرة لاعبيه هي التي ستصنع الفارق الليلة مثل ما فعلت مع الجزائر. غانا الأخضر إلى حد الآن ما ورانا شيء، راهو لا في المباراة الأولى في المباراة الثانية وما يستحقش الفوز على المنتخب الجزائري يعني في المباراة الماضية وحتى في مباراة الأولى. استغل فرصة، كانت فرصة استغلها وحده. بالضبط، هو المباراة الأولى المنتخب السنغالي. نعم. كان أفضل منه وفاز عليه في المباراة. نعم. في المباراة الثانية المنتخب الجزائري كان أفضل منه في ثلثي المباراة، لكن اليوم. نعم. هل سنشاهد الوجه الحقيقي؟ صعب حسب رأيي. نعم. لأنه منتخب جنوب أفريقيا من أحسن المنتخبات. نعم. اللي شاهدناها. سنتحدث إذا بعد الشوط الأول ونذهب إذا إلى المباريات إلى الملاعب. مباراة الجزائر السنغال ستكون مع الزميل الحفيظ دراجي. المباراة الثانية جنوب افريقيا غانا
مع الزميل علي محمد علي وذلك على HD4. إذا حفيظ وعلي تفضل. شكرا جزيلا لك زميل الأخ البديش. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الافاضل اينما كنتم مرحبا بكم. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبلود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا في حياتنا وممات وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. هذا نشيد قسما، نشيد الجزائر مع منتخب المواعيد الكبرى والمهمات الصعبه ومنتخب التحديات في تحدي جديد اليوم امام اسود التيرانجا. المحاربون اليوم لم يبخلوا علينا دون شك بجهدهم وعطائهم من اجل
تخطي عقبة منتخب السنغال والفوز عليه والتأهل إلى المباراة الربع النهائية. السنغاليون الذين يلعبون هذه الأمسية بهذه التشكيلة مع كوندول في حراسة المرمى، لامين صاني سيكون على الجهة اليمنى، مبينجي على الجهة اليسرى، جولي بوجي في وسط الدفاع رفقة كرم بوجي، وسط الميدان ستيفان باجي رفقة إدريسا جي رفقة بابا كولو ديوب، شيخ كواتي على الجهة اليمنى، ساديو ماني على الجهة اليسرى، ومانا بيرام ديوب رأس الحربة اليوم مهاجم نادي ستوك سيتي الإنجليزي بلباسه الأبيض على الصورة. منتخب السنغال المتأهل بجدارة إلى هذه النهائيات، المتأهل بجدارة كذلك في مجموعة كانت فيها تونس وكذلك ومصر، والفائز أيضا في مباراته الأولى على غانا ب2-1 والمتعادل أمام جنوب إفريقيا هدف لهدف. المنتخب الجزائري بتغييرين اثنين على التشكيلة التي لعبت المباراة الأخيرة أمام منتخب غانا، الرئيس وهاب بلحي في حراسة المرمى، عيسى مندي على الجهة اليمنى، فوزي غلام على الجهة اليسرى، مجاني في وسط الدفاع رفقة مجيد بوقرة، نبيل بن طالب وسفير طايدير في وسط الميدان، بالإضافة إلى رياض محرز، سفيان فغولي، ياسين إبراهيمي، وهلال العربي السوداني الذي سيكون رأس الحرب اليوم في مكان إسلام سليماني المصاب والغايب عن هذه المباراة، في حضور أيضا إسحاق بالفضيل الموجود على كرسي الاحتياط في هذه الأمسية رفقة قدير وجابو اللذان بإمكانهما أن يلعب في الهجوم في هذه الأمسية. المباراة ليست في حاجة إلى مقدمات، وليست في حاجة، ولسنا في الحاجة للحديث عن أهميتها، ولست بحاجة لتذكيركم بأن المنتخب الجزائري يملك الكثير من القدرات الفردية والفنية والتكتيكية والجماعية، ويملك فوق كل هذا وذاك يملك الكثير من الإرادة التي صنع بها الفارق في المواعيد الكبرى وفي المباريات الهامة. ياسين إبراهيمي طبعا قائد عمليات المنتخب الجزائري 23 سنة، مستقبل كبير جدا مع الخضر مع سفيان فغولي وكذلك الهلال العربي السوداني وإسلام وبالفضيل ومحرز ونبيل بن طالب وسفير طايدار. مهما قيل ومهما كثر الكلام حول المنتخب الجزائري وحول أداءه وطموحاته، فإن المهم أن التشكيلة الجزائرية لها مستقبل كبير جدا بقيادة كريستيان كوركوف الذي سيكون اليوم في مواجهة مواطني ألان جيريس الذي سبق له أن درب جورجيا والكابون ومالي، وهو اليوم يدرب منتخب السنغال. ضغط كبير جدا على كريستيان كوركوف الذي يكتشف لأول مرة أجواء منافسات نهائيات كأس أمم إفريقيا، ويكتشف لأول مرة كذلك أجواء وضغوطات تدريب منتخب من حجم المنتخب الجزائري. هذا هو العربية هلال السوداني، هل سيطل هلال في هذه الأمسية في ملعب مالابو في مباراة يديرها الحكم الرجن درامبرسار من الجزر موريس؟ المنتخب الجزائري بالأخضر على يمين الشاشة والسنغال بالأبيض على يسار الشاشة، وأول كرة بعيدة تماما ضربة مرمى راحت لرئيس وهاب بلحي. طبعا الكثير من عشاق الكرة يطلبون مني أن أكون هادئا، ويطلبون مني أن لا أساهم في زيادة الضغط وارتفاع ضغط السكر. طبعا للبعض أقول بأن أريد أن أتقاسم معكم هذا الضغط، وللبعض الآخر أقول لكم بأنه فعلا عندكم حق، هي مجرد مباراة في كرة القدم. أعرف بأن المنتخب الجزائري بالنسبة للجزائريين في السنوات القليلة الماضية، أو بالأحرى أكثر في السنوات الأخيرة الماضية، طبعا كان يمثل الكثير من طموحات الجزائريين في الرياضة وفي كرة القدم. وأول كرة طويلة على الجهة اليسرى بعيدة تماما على رياض محرز، في الرواق معك هلال العربي السوداني في وضعية رأس حربة، وتعرفوا بأن هلال العربي السوداني يلعب في الرواق الأيسر أفضل مما يلعب رأس حربة. طبعا هو يحب المساحات، يحب لما يأتي من بعيد. أرضية ميدان تبدو مريحة وجميلة، أرضية ميدان تبدو سانحة لكي نشاهد اليوم مباراة كبيرة. انطلاق على الجهة اليمنى عن طريق اللاعب ماني يبحث عن المراوغة من أمام فوزي غلام في حاجة لمساندة فوزي جاريات. نعم رياض محرز يصنع الفارق مع البقية في أنه تكتيكيا قوي، يرجع كثير لمساعدة رفقاء، وبالأخرى يقوم بواجبه الدفاعي بالإضافة إلى واجبه الهجومي. كرة في الخلف كانت من ساني، هو كرة ضاعت ماذا ضيعت يا سفيان؟ أول كرة وأول خطأ وأول لقطة وأول فرصة يا سفيان يا فغولي ضيعها، فرصة ثمينة. وكأن سفيان فغولي لما وصل أمام الحارس أولا لم يصدق بأن الكرة جاءته، ثانيا لما وصل أمام الحارس لم يصدق بأنه وجه لوجه بعد دقيقتين، ثانيا لم يعد يعرف يلعب الكرة في هذه الكرة التي جاءته من هلال. يا سفيان ضاعت أول فرصة وأول كرة للخضور. خديت كامل وقتك يا سفيان.
با 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 معلش معلش يا سفيان معلش يا سفيان. أول كرة ضاعت للمنتخب الجزائري في بداية هذه المباراة من لمسة واحدة من هلال في اتجاه سفيان. يبدو الضغط عليه كولكوف واضح واضح من الوقفة نتاعه أولا، وواضح من ملامح وجهه أن الضغط كبير جدا. هذه كرة القدم فيها العجب، هذه كرة القدم مثيرة بشكل فريد من نوعه، ليس هناك رياضة ولا هناك شيء آخر في هذه الحياة مثير. أتحدث عن الأشياء الألعاب وأتحدث عن أمور التسلية، ليس هناك شيء مثير وجميل ورائع مثل لعبة كرة القدم. كرة بالرأس، تغطية دفاعية من مجيد بوقرة، يرسل كرة طويلة، البحث عن ياسين إبراهيمي لم تصله الكرة، تسترجع من نبيل بنطالة في وسط الميدان، هي الكرة طلبها ياسين، توصل لمحرز، محرز جاك غلام، وصلت لغلام، راح محرز، أوه ارجع يا غلام، ارجع يا غلام، الكرة حكم يقول خرج التماس لصالح عناصر المنتخب السنغالي. ثلاث دقائق لعب مشاهدي الافاضل، صفر مقابل صفر. بونا كوندول انقذ مرماه. اي 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 معليش يا سفيان معليش. الكرة تلعب سنغالية في الخلف عن طريق جيلو بوجي، يرسل كرة طويلة، الاعتماد على الكرات المرفوعة مهمتك اليوم يا مجيد. اوه يسترجع الكرة مجيد، تبقى الكرة دائما سنغالية على الجهة اليمنى. إذا أنت يا نادير يا نبيل يا بن طالب، كرة عرضية صعبة لصالح منتخب السنغال، والتغطية من فوزي غلام ينقذ الموقف ويخرج الكرة مباشرة للتماس بعد كرة ستيفن باجي على الصورة 24 سنة. ستيفن باجي ذكرنا بفيصل باجي لاعب دولي جزائري سابق، لعب في كثير النوادي الجزائرية، في اتحاد الحراج، في مدينة العاصمة، في شباب بلوزداد، كان لاعب متميز لسوء حظه، كان مع جيل أيضا متميز في التسعينيات القرن الماضي. ذكرنا حتى نوجه له السلام، أنا متأكد بأنه تابع في هذه المباراة. كرة في الخلف لصالح دفاع المنتخب الجزائري ولصالح الرئيس وهاب بولحي مع فوزي غلام. فوزي ترجع له من عند الرئيس. جميل جدا انهم بداوا بهذا الشكل من دون اثاره ومن دون ضغط، يعني حاسوا بانهم يريد ان يخوضوا المباراه بارتياح. والملعب الكبير بهذا الشكل وارضيه صالحه تخلي اللاعبين يلعبون مباراه في المستوى. رياض محرز من الوسط لا رياض، راحت لياسين، سفيان فغول يلحق عليها، للتغطيه الدفاعيه من دفاع منتخب السنغال. يا مجاني يخطئ هنا، في خطا من مجاني بعد هذا التدخل من الخلف من امام ساديو ماني لاعب نادي ساوثهامبتون الانجليزي. 20 مباراة مع منتخب السنغال، 5 اهداف سجلها. الدقيقة الخامسة مشاهدي الافاضل منذ انطلاقة الشوط الاول، 0-0. كرة في العمق، حذر يا مجيد، التغطية الدفاعية، الحكم يقول لك لا، راحت سهلة للرئيس. وهاب بولحي يلعب مباراته رقم 40 مع منتخب الجزائر. هنا التغطية من امام قلب الهجوم، مان بيرام ديوف لاعب نادي ستوك سيتي لصالح حارس رئيس. وهاب بولحي يرسل كرة طويلة، 5 دقائق لعب، 0-0. في وقت هنالك ايضا النتيجه متعادله، 0-0 بين جنوب افريقيا ومنتخب غانا. كره في التماس لصالح المنتخب السنغالي عن طريق ستيفن باجي. ستيفن باجي يرسل كره طويله، الغلام يغطي كورته، وصلت من هناك على الجهه اليمنى لعيسى مندي، خلاها لمجيد بوقره. مجيد بوقره في الخلف ياخذ كامل وقته ويصعد مجيد، راح هلال يا مجيد، راح هلال يا مجيد، يفضل يلعبها مع عيسى مندي. عيسى مندي يرجع لمجيد بوقره مره ثانيه. لا 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 لا، فوزي غلام، كره طويله هيا لهلال، راح هلال، راح هلال، عنده الكره سوداني ينتظر في رياض محرز. هلال سوداني، هيا الكره، هلال هلال هلال، اوه لا ولا شيء ولا شيء، الحكم قريب منك يا هلال، لكن المبادره تبقى هائله جدا من هلال العربي السوداني. رياض محرز يغطي في الكره بعيدة تماما، تسترجع من فوزي غلام، فوزي غلام ينتظر، يلعبها كرة لرياض محرز، رياض محرز خلي ياسين يحتفظ بالكرة، رياض ضيعها، رياض والانطلاقة في هجمة معاكسة سنغالية، ضيع بعيدة تماما من هناك على الجهة اليمنى لعيسى مندي. عيسى مندي الكرة في الأرجل، يلعبها مباشرة مع الطيداري، وصل لياسين، ياسين يفضل المراوغة، محتفظ بالكرة ياسين، ياسين يوصل معك فوزي غلام، يراوغ ياسين، هايل ياسين، هايل، أوه لو مرت هذه الكرة، يلا يا سفير، يلا يا سفير، وخطأ لصالحه، يقول حكم المباراة، خذ وقتك يا سفير، تلعب لغلام على الجهة اليسرى، غلام لسفيان، سفيان محاولة المرور، ويستفيد من ركنية أولى في المباراة. أنا متأكد بأن سفيان سيلعب مباراة كبيرة، يلعبها مباراة كبيرة، يعوض المباراتين الأولى والثانية، ويعوض أول فرصة ليضيعها. هنا العربي هلال سوداني، ولا شيء يا هلال، ولا شيء يا هلال، معلش، وصلت كرة لا، الركنية تنفذ بعد حين لصالح المنتخب الجزائري.
محاولة التوغل من هلال العربي السوداني من أمام العملاق كرم بوجي. تلعب الركنية ترجع هيلة من ياسين إبراهيمي والتغطية الدفاعية أزالت بالرأس من سفير طيدير، راحت مباشرة من هناك لمجيد بوغرة. بعيدة يا مجيد، أرجع بعيدة يا مجيد. هذه الكرة 8 دقائق لعبنا مشاهدي الافاضل منذ انطلاقة الشوط، 0-0. كرة عرضية انطلاقة من هناك على الجهة اليسرى، صعبة لصلاح المنتخب السنغالي. وصلت، لا راحت، الحكم يقول تماس للسنغاليين، الحكم يقول تماس للسنغاليين. مجيد بوغرة هو اللي كان في تغطية هذه الكرة. سنغالية الكرة، حذاري من قلب الهجوم مامبيبا جوف. رجعت الكرة للخلف للشيخ مبينجي لاعب نادي الرن، تسترجع من مجاني. كرة طويلة من مجاني سهلة لدفاع منتخب السنغال. خذوا راحتكم في بداية هذه المباراة، مباراة عمرها 90 دقيقة، والمنتخب السنغالي عارف بأن التعادل يكفيه للتأهل، لذلك لا يريد أن يغامر كثيرا. يجب أن نستثمر في هذه الإرادة في عدم المغامرة كثيرا من جانب عناصر المنتخب السنغال. كرة طويلة والتغطية دفاعية، كرة صعبة، كرة صعبة، كرة صعبة، والتغطية من هناك من مجاني صعبة. الكرة يرجع مجيد، راحت كرة صعبة ثنائية أنا بعيدة تماما عن اللاعب ساديو ماني لاعب نادي ساوثهامبتون. السنغال حسم كثيرا، السنغال لم يتأهلوا عبثا. السنغال طبعا يريدون استعادة أمجاد السنغال تاع التسعينيات اللي شارك في مونديال 2002 وكان متألق في اتجاه مامبيرام جوف. كرة لصالح رئيس وهاب ملحي، يلعب عرضية من هناك ناحية عيسى مندي، يطلب سفيان. عيسى مندي عنده الكرة، أنت متأهل يا هلال، متسلل يا هلال، وصلت لسفيان بدفاع متقدم. منتخب السنغال يريد يغلق على اللاعبين الجزائريين. الكرة تمشي كما ينبغي، راحت لسفير طيدير، سفير طيدير يرجع للخلف تماما ناحية مجاني، مجاني لفوزي غلام. لعبوا الكرة، هذا هو المطلوب منكم. يا هلال معلش، ضاعت الكرة من هلال العربي السوداني. فوزي غلام متأخر، الرياض محرز كذلك، وصلت للخلف، ثقة كبيرة عند اللاعبين السنغاليين، كيف لا؟ سفيان استرجعها، لعبها لهلال، كرة صعبة، هلال راح، هلال راح، هلال. قلت لكم بأن هلال لاعب رواق، في خطا هنا يقول حكم المباراة لصالح المنتخب الجزائري. نعم لاعب رواق، لاعب لما يكون مع مدافع واحد يصنع الفارق. الكرة تلعب بياسين إبراهيمي في وسط الميدان، ياسين يبحث عن المراوغة، يرجع للخلف ناحية من نبيل بن طالب. نبيل يلعبها لمجيد، مجيد يرجع لمجاني، مجاني فوزي غلام. شوف لما تكون أرضية ميدان مثل هذه الكرة تمشي كما ينبغي. هيلة من غلام يلعبها لياسين، ياسين وصلها لرياض، رياض من هناك، رياض يوزع، رياض أرضية، رياض صعبة، السفيان والسفيان ضاعت له مرة ثانية. تسترجع من سفير طيدير، معك عيسى يا سفير، وصل له الكرة لعيسى، عيسى يلحق عليها، هلال أنت متسلل. يرجع مرة ثانية لسفير طيدير، وإن كانت وين رجعت الكرة؟ مجيد بوقرة، مجيد مجيد مجيد، فيه خطأ من حسن الحظ. حكم المباراة صفر خطأ يا مجيد، أنت آخر مدافع أو ما قبل الأخير، خطأ غير مسموح تماما يا مجيد. في وقت أيضا النتيجة هنالك 0-0. طبعا نتبع النتيجة هناك لأنه فوز جنوب إفريقيا وتعادل الجزائر يسمح للمنتخب الجزائري بالتأهل للدور ربع النهائي. طبعا المنتخب الجزائري لا ينتظر شيئا من جنوب إفريقيا، مطالب اليوم بالفوز بهذه المباراة. تقول هاي هاي بابا 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 با جول 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 هدف سوي. يا سلام عليك يا رياض، هدف الثالث مع المنتخب، ماذا حدث في دفاع السنغال؟ جول 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 جول. الدقيقة 11 يفعل رياض، خرج كالقط خلف المدافعين، بابا 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 استلمها رياض محرز، يقول لفغولي هكذا تسجل الأهداف يا سفيان، هكذا تسجل الأهداف يا سفيان. الاستلام باليسرى وحطها باليمنى، يفتح مجال التسجيل صار على المنتخب الجزائري. جول 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 جول، نعم جول. المنتخب الجزائري صار متفوق في غفلة من دفاع منتخب السنغال. يا سلام، هل هناك بداية أجمل من هذه يا ناس؟ هل هناك بداية أجمل من هذه؟ المنتخب الجزائري صار متفوق والآن هو الرائد في الترتيب. الكرة ضايعة حذاري يا عيسى، المطلوب تركيز كبير وكبير جدا. تسترجع الكرة في وسط الميدان، الحكم يقول خطأ للجزائريين، الحكم يقول خطأ لصالح المنتخب الجزائري. الارتباك الآن سيكون في الجهة المقابلة عند عناصر منتخب السنغال. نعم
هم الذين سيرتبكون. كرة لفوزي غلام على الجهة اليسرى، غلطة عمركم لو ترجعوا للخلف، غلطة عمركم لو ترجعوا للخلف، ولو أني متأكد بأنكم لن ترجعوا للخلف. وصلت لياسين، هيلة منه، يوقف الكرة ياسين، محتفظ بها ياسين، يلعبها مع نبيل، وفي خطأ. بطاقة سيد الحكم، بطاقة سيد الحكم، راح له لرجليه مباشرة. الحكم يقول لا، الحكم يقول لا، ولكنه صفر خطأ لنبيل بن طالب. خطأ واضح أن ارتكبه هو اللاعب كواتي، لاعب نادي ويستام الإنجليزي، لصالح نبيل بن طالب لاعب نادي توتنهام. كرة عرضية على الجهة اليسرى بعيدة على رياض، الحكم يقول ضربة مرمى لصالح رياض محرز. 3 أهداف في 14 مباراة فقط، عمره 22 سنة رياض، لاعب نادي ليستر الإنجليزي. دقيقة لعب مشاهدي الأفاضل، هدف لصفر للخضر، أنتم خضر اليوم. كرة بعيدة، نبيل بن طالب الراس يتفوق، الحكم يقول خطأ ضد نبيل. لا يا هلال، خلي الكرة يا هلال، خلي الكرة يا هلال. نقترب من ربع ساعة الأول مشاهدي الأفاضل من عمر هذا الشوط. كرة في المخالفة، رجعوا اللاعبين الجزائريين، حسوا بأنهم مستعدين أكثر يعني، وألمتهم الخسارة أمام منتخب غانا. الآن المنتخب الجزائري بست نقاط، السنغال بأربعة، وغانا بأربع نقاط كذلك. في إذا بقت النتيجة هنالك متعادلة، طبعا خلونا من الحسابات، نبقوا نركزوا على المباراة وضرورة الفوز بهذا اللقاء. كرة تسترجع من دفاع المنتخب الجزائري بعيدة تماما، ولا واحد، شيء طبيعي لأنه هلال رجع لمساعدة رفقائه. كرة لدفاع منتخب السنغال، شوف كيف يعتمدوا على الكرة الطويلة. حذاري حذاري فوزي غلام، هي الكرة مع نبيل بن طالب للتماس. الحكم يقول للمنتخب السنغالي ركز يا رياض، ركز يا رياض. نبيل بن طالب كنا نشاهد فيه منذ حين، رياض يقوم بدوره كما ينبغي في لما نضيعوا الكره، هاو يصنع الفارق هنا افضل من اخرين. التغطيه من مجاني، يغطي كورتو، في خطا يقول الحكم لصالح مجاني لاعب نادي ترابزنسبور التركي. طبعا هنا الدور الان تاع عناصر المنتخب الجزائري هي الحفاظ بالكره قدر المستطاع لامتصاص حراره اللاعبين السنغاليين، ونتجنب رد فعل مباشره بعد تسجيل المنتخب الجزائري الهدف الاول. فوزي غلام يلعبها مباشره، لا 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 يا فوزي، لا 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 يا فوزي، لا يا فوزي، لا 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 لا, لا. وين كانت الكره، وين صارت، ترمي كره مثل هذه، ترميها للامام. شوف تركيز كبير من رئيس وهاب الملحي، ولا يحتج ولا يرفع اصبعه ولا يرفع صوته، مركز مع الكره ومع الخصم ومع المهاجمين. كره تسترجع جزائريه، الحكم لم يقل شيئا، رياض محرز في الاسترجاع، يواصل رياض، يوصل، كره كانت ممتازه من رياض. يصعد ياسين ابراهيمي، كره طويله مره اخرى من عيسى مندي بكل هدوء. 22 سنة في عمرك يا عيسى، أول دورة تلعبها في نهائيات كأس أمم إفريقيا، أنت وفوزي غلام، أنت وفوزي غلام وطايدار وإبراهيمي وبن طالب ومحرز، 6 لاعبين يشاركون لأول مرة. كرة بعيدة للهلال العربي السوداني، رجع لياسين إبراهيمي يستفيد من خطأ، يصفر حكم المباراة لصالح الخضور. أين أنت يا سفيان؟ قلت عنك بأنك تلعب مباراة كبيرة، لا يجب أن تخيبني، وستلعب مباراة كبيرة اليوم، أو على الأقل تصنع فارق وتعوضنا الهدف اللي ضيعته في بداية المباراة. في المخالفة لصالح فوزي غلام، حتى من 50 متر تسددها مباشرة يا فوزي، معليش جرب حظك، من 40 يسدد، من 50 يسدد، من 30 يسدد. فوزي غلام مدافع نادي نابولي الإيطالي، واحد من مكاسب الكرة الجزائرية هو عيسى مندي في تنفيذ هذه المخالفة. أنا أعتقد بأنها بعيدة يا فوزي، أنا أعتقد بأنها بعيدة يا فوزي، والكل يعتقد بأنها بعيدة يا فوزي. تسديدة فوزي كوندولي صدها، يلتقطها ولم يصدها، يلتقطها نعم. كرة عرضية من هناك مع مبوجي، يرسل كرة طويلة، لعب السنغاليين فقط الكرات الطويلة يا مجاني، فهمتم ذلك جيدا، وفهمت يا بن طالب ذلك. وصلت ياسين إبراهيمي، عنده الكرة، زوج لاعبين، يصيروا 3 ثم 4، يفتح الطريق، يوصلها لعيسى، راح سفيان عيسى، راح سفيان عيسى، راح سفيان عيسى، وصلت وسفيان انطلق، وسفيان انطلق من هناك على الجهة اليمنى، فغولي، وما زالت عنده الكرة، يراهق سفيان، يوزع سفيان، والدفاع ترجع دائما جزائرية، ضاعت من جديد من سفير طايدار، يسترجع نبيل، يرجع يلعبها لسفير، سفير سفيان طلبها، اعطيله الكرة، اعطيله الكرة بسرعة قبل ما يجي المدافع. وصلت لسفيان يلعبها مع عيسى، كرة صعبة للجزائر، خطيرة، وضعي التسلل، وضعي التسلل يقول الحكم، هاي اللعبة مرة ثانية، وضعي التسلل من الهلال، طبعا ينقص الريفلكس تاع قلب هجوم، تقريبا نفس الخط.
القلب الهجومي هي مهنه مثل ما هي مهنه صانع لعب وحارس وقلب دفاع ومدافع ايمن ومدافع ايسر. نتكلم على المستوى العالي طبعا. الكره ترجع للخلف لصالح جيلوبوجي قلب دفاع منتخب السنغال في وقت منتخب جنوب افريقيا فتح باب التسجيل من هناك امام غانا. منتخب جنوب افريقيا يفتح مجال التسجيل امام غانا. تلعب الكرة العرضية لصالح منتخب السنغال. حذر يا فوزي، حذر يا فوزي، أين أنت يا رياض؟ أين أنت يا رياض؟ أين أنت يا رياض؟ الكرة صعبة لصالح منتخب السنغال، بعيدة، ضربة مرمى يقول حكم المباراة. قلت في وقت منتخب جنوب أفريقيا سجل هدف رائع في هذه اللحظات، صار الآن جنوب أفريقيا هو الثاني والجزائر هي الأولى. هاي الإعادة مرة ثانية لكرة بوغي باتجاه رياضي، هيا باليسرى ويسدد باليمنى يفتح مجال التسجيل. هدف لصفر. انت رايع رياض، انت رايع رياض في الاستلام والتسديد، وهدف اول لصالح المنتخب الجزائري. قلنا لكم بانكم انتم اصحاب المواعيد الكبرى والمواعيد الصعبه على غرار كل الجزائريين. كره صعبه، تغطيه دفاعيه، الحكم ليس هناك خطا. هاي مجاني، هاي مجاني، وصلت لغلام، غلام يرسل كره طويله تسترجع للتماس لصالح المنتخب الجزائري. دقيقة لعبنا مشاهدي الأفاضل منذ انطلاقة الشوط الأول، هدف للصفر للمنتخب الجزائري أمام السنغال. كرة عرضية من هناك لمجيد بوغرة، مجيد بوغرة مع سمندي يلعبها في وسط الميدان مع سفير، سفير لفوزي غلام. تحسنون لعب الكرة، تحسنون لعب الكرة، والبعض يظلمكم، يطلبكم في الحكم عليكم ويطلبكم في تحاليله. معليش، الكره وصلت من هناك على الجهه اليمنى لعيسى مندي، عيسى مندي في الوسط لطيدر، بعت له الكره، اضرب الكره قويه يا عيسى، خطا من مجيد، نعم خطا من مجيد، يصفروا حكم المباراه لصالح منتخب السنغال. خطا واضح هناك، الاسترجاع رائع جدا من امام سفير طيدير من قبل اللاعب شيخو كواتي، والكره الحكم صفر خطا. طبعا يعتمدوا اللاعبين السنغاليين على الكره العاليه المرفوعه، راح تعانيهم معاناه كبيره اليوم يا مجيد يا مقرة، ويا مجاني كذلك في الخط الخلفي امام العملاق جوف. مجيد في رايه القائد يطلب من رفقاء الصعود، والكره تخرج بعيده تماما، تسترجع سنغاليه مره اخرى في الكره العاليه. انت متاخر يا غلام، وصلت لياسين ابراهيمي بالراس، الحكم لم يقل شيئا. ترجع في وسط الميدان لصالح عناصر المنتخب السنغالي، يبقى ياسين ساقط سرعان ما يعود. السنغالية الكرة في العمق، الاسترجاع هنا من بن طالب، مرة أخرى تبقى جزائرية، والانطلاقة سريعة جدا من سفير طيدير، كرة صعبة للمنتخب الجزائري، يلعب على الجهة اليسرى مع ياسين، ياسين هايل، ياسين هايل، ياسين من هناك لسفيان، ماهوش متسلل، كرة صعبة على الجهة اليسرى لهلال، بابا 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 قوية، قوية يا هلال، صاروخ صاروخ يا هلال صاروخ، أحسنت يا هلال يا العربي يا سوداني، استلام ثم المراوغة فالتسديد، شوف الإعادة، بوم حطها بالكيفية اللازمة، صدها الحارس بونا كندول يا هلال، قوية جدا هذه التسديدة. ماذا تفعل يا آلان جيريس؟ ماذا تفعل يا آلان جيريس؟ الكرة تلعب سنغالية في وسط الميدان عن طريق باتشي وكذلك جوي، عنده الكرة الآن، وصلت سنغالية، هاي صعبة، 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 بعيدة، 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 بعيدة من ماني، شكرا لك، ساديو ماني توغل وكاد يفعلها، كرته مرت بعيدة، شوف الاستلام هنا والمراوغة، معلش، معلش، ثغرات تحت مستوى الدفاع، في أي دفاع في أي منتخب في أي فريق يجب أن تكون هناك ثغرات، لا يمكن أن يكون لديك دفاع 100% في المستوى العالي. شوف الهلال العربي السوداني استلمها، دخل كرة طويلة باتجاه الهلال مرة ثانية بالراس، لم يتمكن منها، تسترجع سنغالية، يلا يا عيسى، متأخر يا عيسى، مجيد بوغرة بالراس، راحت لسفير طيدير، الحكم يصفر له خطأ لسفير، الحكم يصفر خطأ لسفير، حذاري في الارتقاء من أمام اللاعبين السنغاليين. لصالح المنتخب الجزائري، مجيد بوغرة
عودنا واحدة أخرى باتجاه رياض محرز. ألعب الأرجل يا مجيد، ألعب في الأرجل يا مجيد، هاي الكرة تلعب لفوزي غلام الجهة اليسرى، هي الكرة في وسط الميدان، نبيل بن طالب تروح لرياض محرز، توغل رياض، هاي من رياض، ما زال رياض يلعبها من هناك، وضعت في سفير طيدان، حذاري في الهجمات المعاكسة، ارجع يا سفيان من هناك، ارجع يا سفيان، مجاني في التغطية هنا، الحكم لم يقل شيئا يا فوزي، ضاعت الكرة مرة ثانية، تروح سينيغالية من هناك في وسط الميدان، بابا كولي جوب يلعبها في الوسط السينيغالية، يرميه الكرة، شوف الآن يرميها، تفضل يلعبها أرضية لصالح المنتخب السينيغالي، خروج مجاني، متأخر يا مجاني وفي خطأ، متأخر يا مجاني وفي خطأ، يصفروا حكم المباراة لصالح وسط الميدان، بابا كولي ديوب لاعب نادي ليفنتي الإسباني، وصلت متأخر يا كار يا مجاني. وخطأ يقول حكم المباراة لصالح المنتخب السنغالي ولصالح ديوب في الكرة المرفوعة، هلال رجعت ولا لا؟ لأنك تساعدهم أنت في وضعيات مثل هذه. كرة مرفوعة من ديوب، بعيدة بعيدة، خرجت ضربة مرمى، يقول حكم المباراة لصالح المنتخب الجزائري ولصالح نبيل بن طالب. يلا زيد تنرفز أكثر، زيد تنرفز أكثر. أنا أتحدث عن لامين ساني، هنا شوف مجاني في التغطية كما ينبغي، لامين ساني يحتج على حكم المباراة على هذه الكرة. دقيقة لعب مشاهدي الأفاضل منذ انطلاقة الشوط، هدف للصفر. رئيس وهاب بولحي يرسل كرة طويلة من هناك ناحية الهلال العربي السوداني، تسترجع السنغالية، وصل متأخرا كذلك عيسى مندي، وفيه خطأ، فيه خطأ يقول حكم المباراة. تدخلات اي وصل متأخر، طبعا اصطدم باللاعب السنغالي اعتقد باجي، عيسى مندي وصلت متأخر، لا نشك بأنك التدخل كان متعمد لأنك وصلت متأخر، تعتذر، يجب أن تعتذر للاعب السنغالي المدافع الشيخ بيجي مدافع نادي الران. نعم هنا، واو 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 واو، اي طبعا في امور الكرة تحدث امور مثل هذه، الشيء الاكيد انه لا يكون متعمد تدخل بهذا الشكل من عيسى مندي لاعب نادي رانس الفرنسي. ان شاء الله سلامات بالنسبه لشيخ بيجي بعد هذا الاحتكاك بينه وبين عيسى مندي. طبعا الظروف مثل هذه تخلي اللاعبين الجزائريين يلتقطوا انفاسهم ويسترجعوا لياقتهم، طبعا يتنفسوا شويه لانه مباراه رتمها عالي ومباراه قويه من الناحيه البدنيه امام منتخب سنغالي قوي كذلك بدنيا. طبعا ياخذ راحته وياخذ الاسعافات الاوليه شيخ بيجي في هذه الكره. اي طبعا لازم يغير القميص ولازم تقدم له الاسعافات الاوليه. هل انت طبعا يسالوه اذا كان ما زال في وعيه الاطباء. كره سنغاليه تلعب ترجع في الخلف مباشره مع جيلو بوجي وكذلك بوجي في العمق، الكره حذاري خلفكم، حذاري يا سفيان خلفك، الكره بعيده تماما، مجيد بوغره في التغطيه، مجيد يتفوق، ما زال سنغاليه الكره تلعب في العمق، عوده اللاعبين الجزائريين الى منطقتهم بما في ذلك سفيان، سفيان ورياض محرز يقومون بالواجب الدفاعي، تغطيه من عيسى مندي كذلك لسفير طيدان، يرسل الكره طويله ياسين ابراهيمي، راح رياض ياسين، راح رياض ياسين، راح رياض ياسين، راح رياض ياسين، محتفظ بالكره يلعبها من هناك لسفير طيدان على الجهه اليمنى، حلال العقد ياسين ابراهيمي، وصلت لسفيان، سفيان راح لك عيسى، سفيان لعبها لعيسى، سفيان وعيسى التمريره كم كانت رائعه يا سفيان. التغيير سيحدث بعد حين، بابا سواري اعتقد راح ياخذ مكانه مدافع نادي ليل، امان المدافع الشيخ مبيجي يبقى يلعب. طبعا الشيء الاكيد انه شفتوا معي اللقطه كما ينبغي، لم يكن متعمدا عيسى مندي انه يسيب اللاعب بهذا الشكل، ولا اعتقد بان هناك لاعب يحترم الكره ويحترم الرياضه انه يعتدي على لاعب بهذا الشكل، ولو انه ليس هناك اعتداء، طبعا هناك وصول متاخر لعيسى مندي
أمام المدافع السنغالي شيخ مبيكي أدى إلى هذا الاحتكاك وهذا الاصطدام منذ حين. كرة صعبة لصالح منتخب السنغالي من العمق، خروج نبيل بن طالب، نبيل بن طالب يضغط ويسترجعها سفير طيدير، يوصلها مباشرة هيل الكرة لهلال العربي السوداني وتغطية دفاعية. رجعت مرة ثانية لرياض محرز يلعبها مع ياسين، ياسين يراوغ وفي خطأ لياسين، ياسين يراوغ وفي خطأ لياسين، يقول الحكم أطلق الكرة شوية ياسين. أوكي في بعض الأحيان نحن بحاجة إلى أن تحتفظ بالكرة، بحاجة إلى أن تراوغ، بحاجة إلى أن تصفي اللعب كما يقال في العامية وتنظفه، ولكن حذاري على رجليك لما يدخل واحد اثنين ثلاثة عليك. وصلت لفوزي غلام على الجهة اليسرى، اطلبها يا رياض، زيد يا فوزي، راح رياض، راح فوزي، عنده الكرة فوزي، فوزي توزيعة، والدفاع لم تكن مرفوعة بالشكل اللازم من فوزي غلام في اتجاه العربي الهلال السوداني اللي يبذل في مجهود كبير. شوف كيف يرجع هلال، شوف كيف يرجع هلال لمساعدة رفقائه، ويرجع سفيان كذلك في وسط الميدان السنغالية. الكرة تلعب في العمق، التغطية الدفاعية من هناك من عيسى مندي، راحوا عليه زوج، عيسى مندي زوج امامه في حاجه لمسانده، مجيد بوكره يغطي الكره، راح سلامات 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 سلامات، ضربه مرمى لرئيس وهاب مبولح. نقترب من الدقيقه 30 مشاهدينا الافاضل من عمر الشوط، هدف لصفر للخضر امام السنغال. هل سيحدث التغيير بعد حين؟ نعم حدث التغيير في تشكيله المنتخب السنغالي بدخول اللاعب باب سواري. مدافع نادي ليل وعشرين سنة في عمره باب سواري. تغيير اضطراري إذن في التشكيلة السنغالية مع خروج المدافع مبيكي ودخول مدافع آخر باب سواري. عيسى مندي يدخل يخرج الكرة للتماس في تقدير حكم اللقاء لصالح المنتخب السنغالي ولصالح الخطير ساديو ماني. تلعب في العمق، مجيد بوكرة في التغطية، مجيد يوصل الكرة السنغالية والحكم يقول ضربة مرمى، ضربة مرمى من أمام مبيرام ديوف. مجيد ما تنساش تقول برافو زيد، ما تنساش تقول برافو، ميرسي، شكرا، يعطيك الصحة. ذكرنا بشبابه مجيد لحد الآن بعد 30 دقيقة لعب منذ انطلاقة المباراة. كرة تلعب بعيدة لهلال العربي السوداني، الحكم لم يقل شيئا، هلال يوصل ويرتكب خطأ. مين اللي ساقط ياسين ولا مين؟ ثلاثين دقيقة ماذا هنالك يا هلال؟ التغطية الدفاعية من ياسين، كرة طويلة هائلة كانت من غلام، تبقى سنغالية على الجهة اليمنى، حذاري من صاني لصالح منتخب السنغال، ترجع للخلف، التمريرات البينية الآن تسترجع من نبيل بن طالب، هايل وكذلك خطأ يقول حكم اللقاء، خطأ يقول حكم اللقاء لصالح المنتخب السنغالي. خلى الأفضلية الحكم وبعدين رجعوا صفر خطأ ضد نبيل بن طالب. نعم في خطأ يا سفيان، نعم في خطايا سفيان ارتكبه نبيل بن طالب. هلال يرجع مع رفقائه يساعدهم في ظروف مناخية أفضل وفوق أرضية ميدان أفضل، المنتخب الجزائري يلعب أفضل. كرة في المخالفة، ثلاث لاعبين في الجدار، راحت برا، راحت برا هذه الكرة بعيدة على رئيس وهاب مبولحي. قلت لكم ثلاث لاعبين في الجدار وليس اثنان. نعم صاروا ثلاثة بعدما جاء ياسين إبراهيم. كرة تلعب جزائرية بعيدة. هلال العربي السوداني لم يتمكن. أنت متأخر يا مجيد. ما زالت الكرة السنغالية في العمق. في وسط الميدان عن طريق باجي يلعبها على الجهة اليمنى والانطلاقة صعبة للسنغال، حذاري من الكرات التوزيعات والكرات المرفوعة، ولا في حاجة لمساندة، من المساندة موجودة من رياض محرز. يا رياض، يا رياض، يا رياض،
كأن عمرك 30 سنة وتلعب الدورة الرابعة لك أو الثالثة في نهائيات كأس أمم أفريقيا. الكرة السنغالية توغل، هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة. فوزي غلام ينقذ الموقف وتروح الكرة قبل ما تخرج، يلحق عليها السنغالي يخرجها لنا ضربة مرمى، يعطيك الصحة خرجها ضربة مرمى. يقول حكم المباراة لصالح المنتخب الجزائري، 13 دقيقة بقات على نهاية الشوط. إن شاء الله الجماهير اللي تابعنا مرتاحة، الجمهور الجزائري مرتاحة بالسيناريو اللي راح حادث لحد الآن. يجب أن نكون مرتاحين لأنه أداء المنتخب الجزائري مطمئن، وبعدين مهما كان الحال مرحبا بالكرة كيفما كانت النتيجة. كرة طويلة، مهم أنك تلعب جيدا، مهم أنك تبذل المجهود، المهم أنك لا تفشل، المهم في خطأ تطرح حكم المباراة مرة أخرى. سفير طايدار ونبيل بن طالب لم يقدر على الكرة المرفوعة في العمق، الكرة بعيدة وهلال العربي السوداني كاد يقطع الطريق على هذه الكرة. السنغال بهذه الوضعية متأهلة هي والجزائر، هنا جنوب افريقيا فوق بهدف لصفر، ولكن السنغال هي اللي فوق لان جنوب افريقيا ينتظر خساره المنتخب الجزائري وفوزه هنالك امام الغانا لكي يتاهل. كره في العمق، وينك يا بن طالب؟ وينك يا بن طالب؟ وينك يا نبيل؟ في خطا من نبيل، وينك يا نبيل؟ انت متاخر. طبعا يبدو للمشاهد انه الملعب كبير اكبر من المعتاد. الملعب يظهر كبير لما يكون فيه المضمار تاع العاب القوة. الملعب هو ملعب اوكي، هناك مسافات مساحات قانونية معمول بها، هناك اي نعم ملاعب اكبر من الاخرى ولكن ليس بشكل كبير، ولكن يبقى وانه المضمار هو اللي يبين ما تكون المدرجات بعيدة، يظهر للعيان بانه الملعب كبير، والملعب كبير يفيد اللاعبين الفنانين، يفيد المنتخبات والنوادي اللي تلعب كرة افضل، ان شاء الله يفيدنا في هذه الامسية. هدف مقابل صفر دائما في النتيجة. 34 دقيقة لعب لصالح المنتخب الجزائري، ينادي على سفير، الكرة في المخالفة للمنتخب السنغالي، الكرة في المخالفة مرفوعة في القائمة الثانية بعيدة، مرفوعة في القائمة الثانية بعيدة تماما، خرجت ضربة مرمى. يقول حكم اللقاء لريس، لحد الآن بعد 35 دقيقة لعب لو لاحظتم معي ولا كرة صعبة ولا فرصة خطيرة لمنتخب السنغال، لو لاحظتم المنتخب الجزائري فرصتان هدف، منتخب السنغالي ما شفناش فرصة خطيرة لحد الآن. هاو كرسي الاحتياط كله يضحك وكله يبتسم وكله منسجم، كرسي احتياط المنتخب الجزائري. كرة بعيدة من هناك لسفيان فغولي، كاد يلحق للتماس، يلا خرجوا شوية يلا. بالنسبة لعناصر المنتخب الجزائري التغطية كانت من كرم بوجي لسفيان فغولي في تنفيذ التماس للمنتخب الجزائري، خلاها لعيسى مندي. عيسى ياسين ياسين ياسين، اوه في خطا سيد الحكم، في خطا سيد الحكم، يقول حكم اللقاء، الحكم المساعد هو اللي اشار له. اين انت يا ابو قره؟ اين انت يا مجاني؟ هاي فرصة إضافة هدف ثاني للمنتخب الجزائري، هاو الحاجة إلى ياسين إبراهيمي للاحتفاظ بالكرات في وضعيات مثل هذه وللحصول على مخالفات تكون مفيدة. هل ستكون داخلة أم خارجة؟ داخلة من رياض محرز، داخلة من رياض محرز، معروف رياض بتوسعاته. لو يكون الهدف الثاني الآن أحسن سيناريو، لو يكون الهدف الثاني الآن أحسن سيناريو. شوف طوال القامة اللاعبين السنغاليين، رياض محرز أرضية والدفاع يخرجها مباشرة للتماس، فضل يرميها أرضية رياض خلف المدافعين رغم انها برجله اليسرى، لانه عارف ان الكرات العاليه يتفوقوا بها اللاعبين السنغاليين من متر و83 الى متر و90 في الخط الخلفي لدفاع المنتخب السنغالي. تلعب الكره من هناك لصالح رياض محرز، رياض محتفظ بالكره، رياض يبحث عن الثغره، رياض مازال يستفيد من تماس اخر. يقول حكم المباراه لصالح المنتخب الجزائري، لعيسى مندي الان، عيسى مندي. رجعوا اللاعبين السنغاليين، يجد صعوبة في إيجاد أحد الرفقاء، يوجد من هناك رياض محرز، رياض لسفيان، سفيان يرجع لرياض، رياض يوصل، رياض يوصل، رياض يلعبها، ضيعتها يا رياض، ضيعتها يا رياض، ارجع يا هلال. هايل، كنت أنتظر فيك يا ريس، كنت أنتظر فيك يا ريس. نعم خرج الريس وأنقذ الموقف وأخرجها للتماس.
سينيغاليا الكرة مرة ثانية من هناك مع المدافع سواري، التوزيعة منه والتغطية الدفاعية من سفير طايدير بعيد على ياسين، راحت للهلال يرجع لياسين، ياسين ياسين ياسين، سفير طايدير يلعبها لعيسى مندي، عيسى مندي هرب لك سفيان يا عيسى، هرب لك سفيان يا عيسى، جاته سفيان راح عيسى، سفيان يرجع لعيسى مندي معزول وبعيدة، بعيدة الكرة هذه خرجت تماس، يقول الحكم للمنتخب السينيغالي. مش عارف إذا نقدر نقول بأن رايس وصل شوية متأخر، لأنه يعني كانت باينة كرة بعيدة، أنا كنت ننتظر فيك في أي لحظة من حسن الحظ لحقت على الكرة قبل المهاجم السينيغالي. كرة في وسط الميدان سينيغالية، عودة رياض محرز يقوم بدوره في الدفاع كما ينبغي. يرتكب خطأ رياض، يرتكب خطأ رياض هنا من أمام وسط الميدان إدريس سانكيي لاعب نادي ليل. خطأ واضح من رياض محرز بيدك وبرجلك كذلك. هذه إفريقيا رياض، الكرة مرفوعة مرة ثانية في القائمة الأول، سفير طايدير يخرجها، ياسين إبراهيم يتفوق، ترجع يا هلال يضغط ويزيد يضغط كذلك رياض محرز، التغطية من مجاني، كرة صعبة، كرة صعبة وفوزي غلام خرجها، توزيعة كانت أكثر من رائعة، مرة أخرى مرفوعة في القائمة الثانية، التغطية بالرأس، أين أنت يا رئيس؟ أين أنت يا رئيس؟ سفير الحق عليها يا سفير، فازت الكرة السينيغالية لحظات حرجة، مرفوعة الكرة بالعقيد من هناك بالراس، رئيس ينقذ الموقف، رئيس يلعبها مباشرة لسفيان، راح ياسين، راح ياسين إبراهيمي وهلال، يلا ياسين روح، يلا ياسين روح، يلا ياسين روح، أربعة لاعبين صرتوا، يوصلها لغلام لمحرز، محرز يرفع أرضية للركنية، أرضية للركنية، الحق عليك نبيل بالطالب يا رياض، كاد يكون الهدف القاتل، هايل يا رئيس هايل، هايل يا رئيس هايل، هايل إعادة مرة ثانية، كانت صعبة، ثم الانطلاقة في هجمة معاكسة ياسين إبراهيمي وصلها، شوف رياض لمسة واحدة يراقب الكرة، لمسة واحدة يراقبها، طبعا أرضية الميدان تساعد، كرة في الركنية لياسين إبراهيمي، الركنية الثانية لعناصر المنتخب الجزائري اللي لعب الدقيقة الأربعين، يلعبها في القائم الأول بالرأس والدفاع يتدخل، يلا يا فوزي غلام يلحق على هذه الكرة، يلعبها فوزي رجعها مباشرة في المجموعة، وينك يا مجاني، وينك يا مجاني، ماذا تفعل يا مجاني؟ في واحد يغطي لنا مجاني، نبيل نبيل، كرة تلعبها الجاني من عن طريق صاني، صاني تمريرة في العمق، خلاها مجيد كما ينبغي من أمام العملاق مامبيرام ديوب، خلاها مجيد من أمام مامبيرام ديوب، هاي يا مجيد، هاي يا مجيد، تمريرات خلف مجاني في العمق، كانت صعبة، كانت صعبة هذه التمريرة، رائعة جدا، رائعة جدا، راحت واحدة الكرة ولا واحد تسعر، وقرة في التغطية كان رائع. كرة طويلة تسترجع الجزائرية عن طريق مجاني يلعبها لطي، أوه يا سفير، أوه يا سفير، أوه يا سفير، أوه يا سفير، من هناك عيسى، سهلة لعيسى مندي لنبيل بن طالب، نبيل بن طالب يرجع لسفير طايدير، سفير طايدير حذاري خلفك، نبيل بن طالب مجاني غلام، هنا أيضا وصلت متأخر يا غلام، أو التمريرة قصيرة وصغيرة، فيجب أن تنتظر أنه يكون هكذا تدخل من باجي لتلقى أول بطاقة صفراء، ستيفن باجي يتلقى البطاقة الصفراء الأولى يخرجها حكم المباراة في اللقاء. تدخل قوي هنا من أمام الفوزي غلام، أعطينا شوية وقت يا فوزي، لو تبقى على أرضية الميدان يكون أفضل، خلينا نتنفسوا شوية. ثلاث دقائق الأخيرة مشاهدي الأفاضل من عمر الشوط الأول، مجاني في تنفيذ هذه المخالفة، يحطها مباشرة في صدر هلال، انطلق هلال، هيلة منه هلال، كمل يا هلال، كمل، راح يعطيك البطاقة الصفراء، حكم ماذا قال؟ قال خطأ،
الحكم قال خطا انت محظوظ يا هلال. كنت خايف انه يعطيك البطاقه الصفراء على هذه الكره من لامين صاني بالبينيات بالكرات القصيره اللي تعرفوا تلعبوها ممكن تتفوقوا على السنغاليين في اي لحظه من اللحظات. شوف هنا صاني يقول لهلال انا لم اخطئ معك يا هلال، لم المسك تماما، سقطت لوحدك. شوف هنا هلال مراوغه بالصدر ثم محاوله الانتقال. نعم في اعتراض باليد، في اعتراض باليد من صاني امام الهلال العربي السوداني، صفر حكم المباراه خطا لصالح المنتخب الجزائري. كره في المخالفه سفيان فغولي في التنفيذ الثلاث دقائق الاخيره او ياسين ابراهيمي يسعد مجيد ويسعد مجاني ويرجع سفير طيدير ويرجع عيسى ويرجع غلام. هكذا هي القواعد المعمول بها في المنتخب الجزائري. ياسين ابراهيمي في تنفيذ هذه المخالفه، كرات المرفوعه ياسين تكون في اتجاه المدافعين السنغال ولكن ربما من يدري من يدري من يدري. مرفوعه كثير من ياسين ابراهيمي خرجت مباشره ضربه مرمى يقول حكم اللقاء. صعبه جدا 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 هذه المباراه، قد يبدو لكم الامر سهل وهين ولكن صعبه كثير صعبه كثير. ضغوطات كبيره على لاعبينا اللي عانوا في ثلاث ايام ولا اربع ايام الاخيره، جبال جبان صغار عانوا من ضغوطات كبيره. يلا لا يسع المقام لذكرها، معليش تبقى في التاريخ. تسترجع الكره سنغاليه، تغطيه دفاعيه من مجاني يرسل كره طويله للهلال العربي السوداني بالراس لم يتمكن. ما زالت الكره سنغاليه تسترجع من طيدير يلعبها لنبيل بن طالب، نبيل بن طالب لياسين. شوف لما يحكم الكره ياسين ثلاث لاعبين يجيوها، فوزي غلام يا هاي يا هاي ياي يا فوزي. معلش رياض محرز فتوا الكره، خرجت التماس يقول الحكم للسنغال. الدقيقه والنصف الاخيره من عمر هذا الشوط الاول، هدف لصفر دائما. سنغاليه الكره وصلت في احسن الظروف، يلعبوا الكره يلعبوا الكره السنغاليين يلعبوا الكره ويعرفوا يلعبوها كذلك. انت سفيان فغولي في التغطيه على مرتين لم يتمكن من هذه الكره، انت متاخر يا عيسى، انت متاخر يا عيسى من هناك على اليسرى. الكره لصالح سواري يلعبها في العمق، الثنائيه حذاري حذاري ثنائيه بعيده، خليها يا مجيد خليها يا مجيد. تسترجع سنغالية مرة أخرى، هلال العربي السوداني يقوم بدوره كما ينبغي في التضييق على مدافعي منتخب السنغال، وكأن بهم يلعبوا ثلاثة في الخلف أمام العربي هلال العربي السوداني. تسترجع في الخلف، كرة سنغالية من هناك على الجهة اليسرى مع مبوجي، يضغط عليه سفيان، تروح مباشرة لسواري، سواري في الوسط يلعبها مع جي، كرة صعبة لمنتخب السنغال، مر عليه مر عليه. لا عيسى رائع، لا لا عيسى رائع، خرج الكرة للتماس من أمام الخطير شيخو كواتيه لاعب نادي وست هام على الصورة رقم 8. رجعوا السنغاليين، رجعوا في اللحظات الأخيرة، رجعوا السنغاليين. سفيان فغولي في التغطية، ياسين ابراهيم يسترجعها، راح هلال، راح هلال وسفيان وهلال، راح سفيان وهلال وياسين متأخر. هلال 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 يلعبها لغول محرز على الجهة اليسرى، محرز معك ياسين، محرز معك ياسين، بعقلك يا محرز، بعقلك يا محرز، بعقلك يا محرز، بعقلك يا محرز. الكرة ضاعت منه، تلعب من هناك، عيسى مندي متأخر، زيد اضغط يا عيسى. سنغالية الكرة، رايعة الكرة والتغطية من مجاني، رايعة الكرة والتغطية مجاني. ما زالت سنغالية، ما زالت سنغالية على الجهة اليمنى، حاولت توزيعها، تلعب في العمق، تلعب في العمق، كرة صعبة للسنغال. نحن نلعب اليوم أمام منتخب قوي، نحن أقوياء نعم، ولكن قلنا لكم بأن المباراة أبدا لن تكون سهلة. بعيد بعيدة، أولالا تسديدة ساقطة قوية من إدريس أجي، والرئيس وهاب البلحي يستلمها. واو كم هي صعبة كرات مثل هذه يا رئيس، نعرف بأنها صعبة، أنا لست حارس ولكن عارف بأنها صعبة كرات مثل هذه، ولو أنه عملت حارس شوية زمان. كرة لصالح منتخب السنغالي، الحكم يقول خطأ من سفير طيدير من أمام اللاعب ساديو ماني، دقيقتان من الوقت بدل الضائع يقول حكم المباراة لصالح منتخب طبعا التركيز مطلوب في اللحظات الأخيرة إلى غاية آخر رمق، مطالبين بالتركيز. تذكروا ماذا حدث لنا، الكرة صعبة. يا نبيل يا نبيل، أنقذتنا من هدف وكأن سجلت هدفا ثانيا. لم نشاهد ماذا حدث في اللقطة، ولكن نبيل بن طالب عاد بالحرارة وبالقوة وبالقامة وبالذكاء وبالروعة وأخرج هذه الكرة للركنية. يا سلام عليك يا نبيل، يا سلام عليك يا نبيل، رباكولي باباكولي ديوب في تنفيذ هذه الركنية. الفرصة الأخيرة للسنغاليين، الفرصة الأخيرة للسنغاليين،
حكم البراباراسال من جزر ماذا فعلتم؟ قلنا لكم التركيز ضروري بالراس. بعيدة الكرة، خرجوا، ما زالت الخطورة والتسديدة بعيدة. سلامات بعيدة تماما يا ريس. هذه الكرة من بابا سواري مدافع نادي ليل. بقات لكم 10 ثواني فقط وينتهي الشوط الأول بتفوق المنتخب الجزائري بهدف مقابل صفر. 30 دقيقة كانت رائعة، ربع ساعة رجع فيها المنتخب السنغالي. نتمنى تكونوا أروع في الشوط الثاني وتتأهلوا للدورة ربع النهائي، وبعدها سيكون كلام آخر وحكاية أخرى. شكرا لكم مشاهدي الأفاضل، ألقاكم مع بداية الشوط الثاني بإذن الله. بعد لحظات الأخضر سيكون لدي خلق التفرق. يا زميلين حفيظ وعلي، اذا الان كل الظروف في صالح المنتخب الجزائري الذي يتصدر هذه المجموعه وذلك بست نقاط، بما ان منتخب جنوب افريقيا لا زال متقدما على غانا بهدف مقابل لا شيء، لكن الجزائر يجب ان تفكر في هذه المباراه امام السنغال وأن تنسى كل ما يحدث في المباراة الثانية. المنتخب الجزائري لعب ربما أفضل شوط له حتى الآن في هذه البطولة وسجل الهدف الوحيد وذلك منذ الدقيقة 11. الهدف جاء إذن بعد هذه الكرة من بوغرة، وشاهد كيف الترويض هو نصف الهدف من رياض محرز الذي يحرر الجزائريين بهذا الهدف، لكن ينتظر المنتخب الجزائري التأكيد وذلك لن يكون إلا بهدف ثاني سيريح المنتخب والمدرب وكل الجماهير الجزائرية والعربية. هذا الهدف رائع أيضا إذا من منتخب جنوب إفريقيا، الذي يعطي أيضا ثقة أكبر لهذا المنتخب الشاب الذي رشحناه في البداية لأنه أفضل منتخب يقدم كرة جميلة في هذه البطولة حتى الآن. فاصل ونواصل، لا تذهبوا بعيدا. مشاهدين، إذن يا له من سيناريو رائع جدا للمنتخب الجزائري بحيث كان هو السباق للتسجيل وأيضا منتخب جنوب إفريقيا متقدم على منتخب غانا. هذا أفضل سيناريو كابتن نبيل، أن تسجل وأن لا تتلقى هدف. طبعا الشوط الأول كان تقريبا مجمله في لصالح المنتخب الجزائري، خاصة بعد الهدف هذا كانت هناك فرصة سانحة للتسجيل، يعني كان ممكن، لكن هي خطأ فغولي دفاعي. المنتخب الجزائري لازم يحاول يستغل اكثر الاخضر، معناها الهشاشه الدفاعيه او الاخطاء الدفاعيه، لانه مش الخطا الوحيد متكرره، تكررت الخطا خاصه في ظل انه المنتخب السنغالي وهذا مش عارف معناها هذا الهدف، يعني سذاجه كبيره جدا، وهذا خطا ثلاثه مدافعين، لانه اللاعب ستيفان بادي مش عارف نفسه هل هو لاعب وسط ميدان او هو يكون موجود في الجهه اليمنى، يعني ثلاثه لاعبين نشوف، يعني سذاجه كبيره جدا من الخط الخلفي الكل، هو من ثلاثه اللاعبين الموجودين في محور الدفاع ومن لاعب ستيفان ماجي اللي موجود في الجهه اليمنى، يعني لازم لما تكون تخلى على محرز، يعني لما تشاهد اللاعب لازم تكون انت بين المرمى وبين اللاعب في نفس الوقت، يعني سذاجه كبيره من كل مدافعين، وهذا الخطا كنا نحكيه معناها تحت الهواء انه هذا الخطا عمله المنتخب السنغالي في العديد من المباريات بتعامله مع ثلاثه مدافعين في محور الدفاع، راهو بدا في التصفيات بثلاثه مدافعين، لكن في المباراه الثانيه غير من طريقه التكتيك نتاعه ومشات الامور بالنسبه للمنتخب السنغالي، هنا يرجع لنفس الخطا، لانه شفنا المنتخب الجزائري استغل هذه السذاجه، استغل هذه الشوارع المفتوحه خاصه في الاطراف، شفنا المنتخب الجزائري قاعد يهاجم في الجهه اليمنى وفي الجهه اليسرى باستمرار، وقاعد يستغل في المساحات الموجوده خلف المدافعين الاثنين اللي موجودين على الاطراف، خلف الشيخ مبيجي اللي خلنا مكانه معنا الباب سوامي، وخلف اللاعب ستيفان بادجي اللي كان موجود في الجهه اليمنى.
والمنتخب الجزائري ربما لم يستغل هذه الفراغات وهذه المشاكل الدفاعية في المنتخب السنغالي، لأن كان هناك هدف قبل الهدف، فغولي كان وجه لوجه، نقص تركيز، لم يكن ينتظر الكرة، ما الذي حدث؟ لا ليس نقص تركيز، ولكن في الوقت الأخير على راسه باش يشوف الحارس خرج بسرعة، لمس الكرة عن غير قصد، هاي اللي غيرت الأمور. لو يعني مقصدش وما لمسش الكرة كان يقدر يراوغ ويسجل الهدف الأول، ولكن صحيح في غولي اليوم ولا حتى إبراهيم هنا أيضا هدية من السنغاليين، الخطأ هذا هذه خطأ لأن الضغط على حامل الكرة، يعني ما خلاولهمش فراغات. تشوف احنا تشوف اللاعبين تقريبا 4 ولا 5 لاعبين يضغطوا، لكن يضغطوا للأمام، يعني ما يوليوش للوراء حتى ولو بعض الأحيان. شوف أنا الأول اللي يضغط هو سوداني، نعم، ثم على حامل الكرة يخلي اللاعبين يدوروا لمرماهم، ما يشوفوش اللعب لمرمى الجزائر بطريقة خطف الكرة من سوداني من دون خطأ. يعني في بعض الأحيان ليس اللاعب الأول اللي يضغط على الكرة اللي يسترجع الكرة، ولكن بعد أخطاء، ولهذا تشوف سوداني يضغط، إبراهيمي يضغط، في غولي يضغط، هذا ما يدل على خاصة البدنيين حاضرين حتى تركيزين مركزين، حتى انتشار يعني لاعبين اليوم، انتشار تمركز، نعم، انضباط تكتيكي. ما شفناش هذا في المباراة الأولى ولا شفناه، نعم، في المباراة الثانية أحسن، وكأنه فيه تحسن، ولكن نعم، رغم كل هذا، نعم، بقى شوط ثاني، نعم، يلزم تركيز اكثر، انطلاقه بنفس الطريقه بنفس التركيز بنفس طريقه اللعب والبحث على الهدف الثاني، الفرص والبحث خاصه على الاطراف، لان نقطه الضعف اليوم في الفريق، نعم، هي على الجهه اليمنى والجهه اليسرى، لان فيه في فراغات، لان يلعبوا، نعم، بثلاث مدافعين وكي يطلعوا المدافعين ولا وسط ميدان ما فيش تغطيه على الاطراف، نعم، لو نعرف كيش نستعمل مع استرجاع الكره بسرعه تموا نعملوا الفرق في الاطراف. خليلو، منتخب سنغالي وكاني بي يقدم ايضا هديه للمنتخب الجزائري، يبدو الطريقه الثلاث مدافعين غير مهضومه، لم يتعود عليها الفريق. صحيح، ولكن اعتقد ان ألان جيريس تركز على وسط ميدان الجزائر، ولكن ونسي ان يعني يوجد ابراهيمي، محرز، فاغولي الذين هم قادرون على تعدي وتخطي اي مدافع، واعتقد انه ركز اكثر فاكثر على وسط نسي الاطراف، ومثل ما قال رفيق هو نسي المدافعين اللذين يصعد كما يريدان، فهنالك محرز وهنالك فاغولي الذين ياتون بالفارق ويحدثون الفارق في الثنائيات واحد ضد واحد. كان هنالك كثير من الخطأ، ولكن نعود على الهدف الأول، الهدف هذا الهدف هدف الجزائري. أقول أنا باجي نسى أنه في مثل هذه الوضعيات وسط الميدان أو الوسط الأيمن أو الوسط الأيسر لابد أن يعود كمدافع أيمن أو مدافع أيسر لتصبح الدفاع بأربعة أو خمسة. للأسف أظن أنه نسي هذا المبدأ، وجيريس نسي أن يوضح له أنه عندما تكون كرة في الاتجاه المعاكس لابد أن يعود على نفس المستوى مع دفاعه. إذن كان لدينا كثير من الصعوبة في الدخول في هذه المباراة، نرى أننا غير متعودين، هذا اللاعب هو لا يشاهد الخط الهجومي المعاكس، نظر فقط إلى الكرة ولم ينظر إلى الدفاع. لو نظر إلى الدفاع ونظر إلى اللاعبين لا وجد نفسه مش عارف. الشيء الثاني، لو نظر إلى محرز في ظهره وهو مدافع كان عليه أن يعطي عينا على الكرة وعينا على الملاعب. في هذا المستوى كابتن نبيل، المدرب ألان جيريس يجب أن يدرس للاعب باجي بأنه يجب أن يعود لكي يغطي الدفاع. فما كونفيوجن، فما خلط، نعم، فما خلط الأخضر، لأنه واضح أنه اللاعب هذا مش متعود يلعب في المركز هذاك، يعني فما خلط انه هل هو ظهير ايمن او هو لاعب وسط ميدان في الجهه اليمنى، هذا عادي من غير، لكن عندما تضيع الكره يصبح مدافع، انت معك حق، من غير ما يعلم هالك اللاعب معنا المدرب جيريس، انت المفروض وقت تكون كره ثابته مثل هذيك موجوده في نصف الملعب نتاعك تولي مدافع. تولي خمسه اوتوماتيكيا، خمسه مدافعين موجودين على نفس الخط وتولي امامك المدافع، انت وجودك معناها التمركز نتاعك يكون بين اللاعب وبين المرمى نتاعك، نعم، يعني انت تصعب المهمة على الجزائريين. هو شوف انت في التحرك نتاعه والكره جايه يسخيل ظهره فيه مدافع اخر، نعم، يسخيل صاحبه مغطيه، نعم، وقت لي لا هو من غير صاحبه التعود غير طابعه ثانيه، يعني تمركزه في الحاله هذه، نعم، كيف نفس الشيء تلعب، نعم، اربعه ورا ولا تلعب كذا ورا نفس الشيء. التمركز نتاعك لازم يكون هو نفسه، نفس انت كلا معناها ظهير ايمن، نعم. المنتخب الجزائري اذا شوط
بدا سهل للمنتخب الجزائري، لكن الشوط الثاني قد يكون مختلف تماما. على الجزائريين ايضا ان يركزوا اكثر، ان يسجلوا هدف الامان والاطمئنان، لانه في كل شيء ممكن يحدث مثل ما حدث في مع غانا. كل شيء يقدر يحدث، لانه صحيح ليس سهل الشوط الاول، ولكن والثاني سيكون اصعب. نصف ساعه كانت جيده للفريق المنتخب، لانه علاش؟ كانوا مركزين انضباطيا تكتيكيا، كان انضباط تكتيكي حتى في المساحات، ما خلاوش مساحات للفريق. عمل كبير للسودانية، عمل كبير. ولماذا ادوار الدفاعيه اللي يقوم بها فيغولي سوداني، محرز وسوداني، نعم. يعني محرز وفيغولي على الاطراف يقوموا بادوارهم الدفاعيه، نعم. اللي ما شفناهاش في المباراه الاولى، نعم. لان المباراه الاولى محرز اللي كان على اليسار وفيغولي كان على، ما شفناش نفس طريقه الدفاعيه، ولكن اليوم هما اللي يقوموا بادوار. وفي تنشيط الهجوم تشوف محرز وتشوف ابراهيمي وتشوف فيغولي عندما استرجعوا الكره وكانهم يطلبوا الكرات بسرعه للهجوم، يعني المرحله التحويل من مرحله استرجاعيه الكره الى المرحله الهجوميه سريعه جدا، فهذه اللي صنعنا الفرق. وما ننساش فريق السنغال في الربع ساعه الاخيره عاود رجع في النتيجه، نعم. ومنتخب السنغال، المنتخب الجزائري تاخر شوي، رجع للوراء الجزائري، رجعنا للوراء، ولهذا المنتخب السنغالي على بالك خطير، نعم. في الكرات التابعه سريع في الهجوم، في الكرات المباشره، ولهذا لازم نحذر، نعم. من هذه وندخل بداية الشوط الثاني بنفس الطريقة وبنفس التركيز خاصة، نعم، والبحث على الهدف الثاني. إذا هذه محاولة المنتخب السنغالي، لا ننسى أيضا بأن دائما بولحي في المكان المناسب، صد كم كرة يعطي ثقة وأمان أيضا للدفاع. ونحن نذهب إلى فاصل ثم نواصل، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، إذن ما سونغا أيضا هنالك في منتخب جنوب إفريقيا يعطي التقدم لمنتخب البافانا، بافانا أمام منتخب غانا الذي لم يقدم الشيء الكثير في هذه البطولة ربما لغياب الكبار. إذن هدف كان على الطائر، هدف جميل جدا لجنوب إفريقيا يبقيه أيضا في المنافسة حتى الآن. لا أدري هل الهدف جاهز أم لا، سننتظر الهدف لجنوب إفريقيا. هذا أيضا لا يخدم المنتخب السنغالي، هدف جنوب إفريقيا. في الوقت الحاضر لما جنوب افريقيا تقدم بهدف 1-0، هذا في صالحنا، هذا في صالحنا كمرتبه ثانيه والجزائر في المرتبه الاولى، ولكن راينا المقدره كما مثلما قال منذ قليل رفيق، نعرف الامكانيات الكبيره لجنوب افريقيين، وهذا الهدف المتميز لسانغو لموسانغو تحت العارضه. هذا الفريق الجنوب افريقي حصل على كثير من الفرص، ولكن غانا كانت له ايضا فرص في الشوط الاول، نجحوا في خلق بعض الفرص لم ينجحوا في تجسيمها، وهذا جيد بالنسبه للسنغال. ولكن لحظه بس، اريد ان اقول ان السنغال والجزائر، السنغال حصل ايضا في الخمس دقائق دقائق الاخيره على كثير من الفرص، وكان بامكانه العوده بسرعه. تغيير تكتيكي فقط، تايدر يتاخر شويه نوعا ما، لانه ماني قاعد يعمل صعوبه كثيره، قاعد يجي يتمركز، نعم. بين الخط الخلفي ولاعبي الارتكاز الاثنين، وبنطالب تاخر له شويه، وبنطالب شويه، بنطالب يتقدم قدم شويه. نعم، شكرا للكباتن جميعا. سنعود الى زميلين علي محمد علي وحفيظ دراجي. اذا الجزائر هدف، السنغال لا شيء، جنوب افريقيا هدف، غانا لا شيء. تفضل علي وحفيظ. شكرا جزيلا لك زميل الخضر بريش. بسم الله الرحمن الرحيم، مجددا نرحب بكم مشاهدي الافاضل الى مدينه مالابو ومجريات الشوط الثاني من مباراه السنغال الجزائر. هدف للصفر، كنا تركنا الشوط الاول، سجله المتميز رياض محرز في الدقيقه 11 من انطلاقه المباراه. الجزائر التي دخلت الشوط الاول بمبلحي مندي غلام
مجاني بوقرة بن طالب إبراهيمي تايدير محرز سوداني وفغولي. السنغال الذي دخلت بكوندول في الحراسة، ساني مع سواري اللي خدمه كان بنجي على الجهة اليسرى، الجيلو باجي وكذلك مبوجي، جي باجي ديوب كواتي ماني وكذلك مامبيرا ديوف. طبعا الشوط الثاني سيكون أصعب بكثير مما كان عليه الحال خلال الشوط الأول من عمر هذه المباراة. طبعا كان شوط صعب وصعب جدا لأن المنتخب السنغالي فريق قوي، وخلينا نقول بأن الشوط الأول كان رتمه عالي ومستواه كذلك عالي. المباراتان تنطلقان في نفس التوقيت، هناك تواصل بين الحكمين الرابعين ليشير إلى الحكم الرئيسي بإعطاء الانطلاقة في نفس الوقت بالذات حتى لا يكون هناك أي تأخر عن لمباراة عن أخرى. جاهدوا بالتليفون كيف تعطى الأوامر بإعطاء إشارة انطلاق هذه المباراة التي يعطيها الحكم راجين درابرسار من جزر موريس. شوط أول سيكون صعب للمنتخب الجزائري، ضربة الانطلاق أعطيت في نفس التوقيت بين المباراتين. It's okay. دخلت الكرة بعيدة من هناك على الجهة اليمنى، تغطية دفاعية سنغالية تروح لفوزي غلام يوصلها لي. أوه هاي الكرة من رياض باتجاه اللاعب هلال العربي السوداني. التغطية الدفاعية الكرة راح تسهلها مباشرة للحارس. سنعد الدقائق والثواني إلى غاية نهاية المباراة. في وسط الميدان الكرة السنغالية تلعب على الجهة اليمنى من هناك مع ماني يلعبها في العمق. التغطية من سفير طيدير يوصلها لياسين، دائما ياسين يخرج له زوج ثلاث لاعبين، عنده الكره ياسين يلعبها لعيسى مندي، عيسى مندي يطلبها. هلال العربي السوداني ماهوش متسلل الكره بعيده يا هلال. الحكم رفع الرايه والحكم الرئيسي خلى الافضليه لصالح الحارس كوندول حارس مرمى منتخب السنغال بونا كوندول. في وسط الميدان السنغالي الكره تلعب على الجهه اليمنى من هناك من لامين ساني، الدافع الايمن فد الكره خرج التماس لصالح الخضر في هذه المباراه. فوزي غلام ياخذ كامل وقته حمل عبء المباراه خلال العشرين دقيقه المتبقيه من عمر الشوط الاول. عناصر المنتخب الجزائري، هلال العربي السوداني بعيد عليه هذه الكره. يلا يا هلال، حكام يقول خطا ضدك، معليش. لا يا هلال، لا خلاص خلاص، مبوجي استفاد من خطا صفروا له الحكم، ترجع يا هلال. سنغالية الكره من هناك عن طريق ساني، كره في العمق سهله لريس وهاب بولحي. من امام اللاعب المتميز ستيفان باجي اللي تلقى البطاقه الصفراء الوحيده في المباراه لحد الان خلال الشوط الاول من هذا اللقاء. كره بعيده من رئيس وهاب بولحي، الحكم يقول خطا من هلال. يعاني هلال، يعاني هلال امام عمالقه دفاع منتخب السنغال. شيء طبيعي انك تعاني من امام لاعب كارم بوجي هذا لاعب ناديكون بلجيكي، شيء طبيعي انك تعاني امام بابي جيلو باجي المدافع الاوسط اللي يلعب في نادي نونت الفرنسي. كره بعيده وخطا اخر يقول الحكم الاخطاء في اماكن مثل هذه لا، الاخطاء في اماكن مثل هذه لا يا مجاني. صالح العملاق ديوف دائما في الصراعات الثنائيه وبينه وبين مجاني وبين كيف في الثنائيات قوي جدا يصنع الفارق على مستوى الخط الخلفي، الدليل انه دائما كان اساسي سواء لعبه بالكلام او لعبه مجيد بوقره او لعبه رفيق حليش موجود اليوم في كرسي الاحتياط. رفيق حليش تاثر بالاصابه اللي يعاني منها. كره في المخالفه لصالح المنتخب السنغالي بعد ما لعبنا ثلاث دقائق فقط منذ انطلاقه الشوط الثاني. كرسي احتياط المنتخب الجزائري هي في نفسه كله المخالفه في تنفيذها وسط الميدان. باباكولو ديوب لاعب نادي ليفنتي حذاري اللي راح ينفذها باليسرى وليس باليمنى، حذاري اللي راح ينفذها باليمنى وليس باليسرى يا ريس، حذاري يا ريس اللي راح ينفذ المخالفه هو اللي برجله اليسرى، هذا المدافع سواري هو اللي راح ينفذ هذه المخالفه. يرى ارميها ارميها في السماء يا سواري، ارميها في السماء يا سواري، في الارض ولكن بين احضان رئيس وهاب بن بلح، في الارض ولكن بين احضان رئيس وهاب بن بلح. دارت فوق الجدار خلف الجدار الكره هذه باتجاه رئيس. تلعب من هناك عرضيه من فوزي غلام بعيده ناحيه هلال، تغطيه دفاعيه سنغاليه للتماس مره اخرى لصالح المنتخب الجزائري الذي لا يعود الى الخلف ولن يعود الى الخلف. نبيل بن طالب لسفير طيدير على الجهه اليمنى، سفير طيدير طلبها سفيان، سفير وطيدير
وسفيان سفير طيدير سفيان فغولي. عيسى مندي في الوسط يلعب مباشرة لنبيل بن طالب، ترجع لمجيد، مجيد لمجاني، مجاني معه هلام، كرة تمشي قبل الأوان قبل ما يلحق الخصم، تروح لياسين، هي الكرة ياسين يبحث عن المخالفة، يغطي كورته ياسين، يستفيد من خطأ، يقول حكم المباراة. ياسين يرجع للخلف لسفير طيدير، سفير لعيسى مندي. هاي الكرات جميلة تلعبوها بهذا الشكل وتحافظوا عليها، مهم عندكم الكرة. أوه تدخل من الخلف هنا على هلال العربي السوداني، معليش المعاناة من أجل المنتخب من أجل التأهل، معليش يا هلال عندك القدرات على ذلك. طبعا لم يلعب المباراتين الأولى والثانية، كان من أحسن اللاعبين في انضباطا في الحصة التدريبية، كان دائما يبعث رسائل المدرب أنا جاهز أنا جاهز أنا جاهز أريد أن ألعب. شيء طبيعي أنك تكون جاهز وطبيعي أنك تحب تلعب يا هلال العربي السوداني. طيب داير في تنفيذ هذه المخالفة، يبحث عن هلال، يطلبها سفيان، يفضل يوصل إلى هلال، هلال يرجع لطايدير، طايدير 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 يرجع للخلف تماما ناحية مجيد بوقرة، رجعها لمبولحي وارتاح، رجعها لمبولحي وارتاح. يلا الرئيس وهاب مبولحي يرسل كرة طويلة، البحث عن هلال، الكرة دي دفاع منتخب السنغال، أين أنت يا هلال؟ وكذلك سفيان، الضغط من ياسين على قلب الدفاع، مبوجي بعيدة تماما من هناك على الجهة اليمنى، راحت 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 راحت، لا يلحق عليها مهاجم المنتخب السنغال، ما زالت عنده الكرة في وسط الميدان، رجع رياض محرز لصالح المنتخب السنغالي في الخلف عن طريق جي، غير تماما بعيدة يا جي، بعيدة من جي، خرج التماس يقول حكم اللقاء لصالح المنتخب الجزائري. عيسى مندي يجي هلال يوصلها لياسين، موفق في كل الكرات هلال العربي السوداني لحد الان، ياسين يغطي كورته، اي 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 يا ياسين، اي ياسين، مجيد بوقرة في التغطية، وكذلك سفير طيدير يخطئ هنا، نعم يخطئ سفير من امام مامبيرانجوف، فنان هذا مامبيرانجوف قوي جدا، سفير طيدير لا استحق البطاقة الصفراء، استحق يا سفير، إذا خرجها لك استحق، نعم استحق البطاقة الصفراء بالنسبة لسفير طيدير في هذه الكرة. لاعب نادي ساسولو الايطالي انتر، نعم في خطا من سفير طيدير هنا على المهاجم مامبيرا ديوب، صعبه جدا، نعم صعبه جدا المباراه، ديوب كان ذكي في هذه الكره لصالح المنتخب السنغالي، مخالفه مقوصه داخله في اتجاهك يا رئيس يا وهاب يا مبولحي، يلا يا مجاني، الكرة مرفوعة بعيدة تماما والدفاع يتدخل وينقذ الموقف، ما زالت سنغالية مرفوعة مرة ثانية في القائمة الثانية، الحكم رفع الراية ولا لا؟ رفع الراية ولا لا؟ ضربة مرمى، يقول سيد الحكم خطأ لدفاع المنتخب الجزائري. الحكم يقول خطأ لدفاع المنتخب الجزائري في وقت ما زالت جنوب افريقيا متفوقة هنالك على غانا بهدف مقابل صفر. هنا خطأ لصالح مجيد بوقرة قال الحكم. وتغيير ثالث في التشكيلة السنغالية مع دخول مهاجم آخر بابي سيسي لاعب نادي نيوكاسل. يعني بيلعب الآن باثنين مهاجمين المنتخب السنغالي إذا لم يخرج بيرام جوب. طبعا بابي سيسي لاعب نادي نيوكاسل 31 مباراة لعبها مع منتخب بلاده، سجل 16 هدف. هنا خطأ صفر حكم المباراة لصالح المنتخب السنغالي مرة ثانية، يعتمد على الكرات العالية المرفوعة، كمية شاقة، لا يخرج وسط الميدان بابا كولو ديوب وسط ميدان نادي ليفنتي، خرج لاعب وسط ودخل مهاجم ثاني. والتغيير الثاني في التشكيلة السنغالية لحد الآن، بابي سيسي يأخذ مكان بابا ديوب. المهمة كم ستكون صعبة في الخط الخلفي لدفاع المنتخب الجزائري مع دخول هذا المهاجم الثاني القوي جدا، لا كيف سيكون رد المدرب كريستيان كوتشوف على هذا التغيير. كرة في المخالفة، معاناة كبيرة لدفاع المنتخب الجزائري، مرفوعة في قائمة الثانية، يوسو يخرجها الرئيس للركنية، يخرجها الرئيس للركنية.
من امام المدافع العملاق جيلو بوجي مدافع نادي نونت. ركنيه اخرى، شيء طبيعي هذا السيناريو اللي تشاهدوا فيه انه منتخب السنغال يتحكم في زمام المباراه ويرجع فيها ويضغط ويستحوذ على الكره، شيء طبيعي. اذا لم يضغط ويستحوذ على الكره معناها انه لا يملك القدرات على ذلك، ومعناها كذلك انه لا يريد الفوز بهذه المباراه. الحكم كان صفر في نهايه المطاف ضربه مرمى او خطا لرئيس وهاب بولحي. متاخر يا سفير، مجاني في التغطيه، تروح لسفير طيدير، عنده الكره سفير يستفيد من تماس، حب يوصلها مباشره لسفيان فغولي. عيسى مندي ينفذ التماس لسفيان، الحكم لم يقول شيئا. ثلاث لاعبين راحوا، راحوا الرابع وراح الخامس، مجيد بوقره لم يلحق، كره صعبه من هناك لصالح منتخب السنغالي في حاجه لمسانده، توزيعه خطيره ومجاني، الحكم يقول ركنيه، مجاني يتدخل في المكان المناسب والحكم يقول ركنيه. خلاص يا مجاني خلاص، صفر الحكم ركنيه، من المحال يرجع في قراره من امام بابي سيسي. تمريره كانت رائعه هنا من جوف في اتجاه سيسي، والعوده والتغطيه كانت من مجاني ايضا رائعه. الكره الداخله يا ريس، الكره الداخله يا ريس حذاري في هذه الركنيه لصالح المنتخب السنغالي. اوه بصعوبه يخرجها فوزي غلام، بصعوبه يخرجها فوزي غلام. طبعا حيتحمل لعيبه المباراه المنتخب الجزائري ونتحملوها معاه، على كل حال نتحملوها مع هذا اللعيب. الكره صعبه وخطيره، ومره اخرى الدفاع يتدخل عن طريق مجيد او سفيان. هلال عربي سوداني وسط لطايدير، هي الكره طايدير، طايدير يلعبها على الجهه اليمنى مع ياسين، ياسين ابراهيمي. هل انهض اللاعب اللي سقط منذ حين ومن هو؟ تروح لسفيان فغولي في وسط الميدان، يغير تماما من هناك على الجهه اليسرى بحثا عن رياض محرز، رياض لسفيان او ياسين، سفيان 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 يبحث عن هلال مرة أخرى. مازال الجزائرية والحكم لم يقل شيئا، صرتم خمسة الأمام. يلا أبقى ساقط شوية يا ريا رياض، انطلاقة لصالح منتخب السنغالي، خرجها خرجها عندنا لاعب ساقط، خرجها عندنا لاعب ساقط. مازال السنغالية الكرة صعبة من هناك على الجهة اليمنى وتمرر في العمق، حذاري يا مجاني، حذاري يا مجاني. مازال السنغالية، مازال السنغالية، والتوزيع والدفاع يخرجها. هايلة الكرة هذه، يلا يا سفيان، يلا يا سفيان، يلا يا سفيان. الكرة كانت ممتازة من رياض محرز، بعيدة تماما لسفيان، ترجع للخط الخلفي رسالة عناصر المنتخب السنغالي، رجعت في المباراة، شيء طبيعي هذا السيناريو. نعم طبيعي وعادي هذا السيناريو. خطأ آخر يقول حكم المباراة للمنتخب السنغالي. فعلا قوي المنتخب السنغالي اليوم، يؤكد قوته، يؤكد بانه لازم نحطوه في ضمن قائمه الفرق المرشحه للعب الادوار الاساسيه في هذه المنافسه. هنا الهلال العربي السوداني يخطئ، والمخالفه دائما الاعتماد على الكرات المرفوعه العاليه لمنتخب السنغال. كره في القائمه الثانيه من هناك بالراس من بابيس، ما زالت الخطوره والتدخل من مجاني، ينقذ الموقف، تروح لسفير طايدير، سفير يرسل كره طويله، يتحملوا في عبء المباراه عناصر المنتخب الجزائري في هذه اللحظات. حذاري من الكره الاخرى، حذاري 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 يا فوزي غلام هايل، حذاري فوزي غلام هايل، يوصلها لرياض محرز. يلا يا رياض ممكن تراوغ وتنطلق، رياض انطلق، هايله منه راح رياض، والحكم يقول خرجت، الحكم يقول خرجت، تماس للمنتخب السنغالي. تلعب كره عرضيه في الخلف مباشره لجولي بولجي، لم يتعب المنتخب السنغالي، لم يتعب، وصلت كره عرضيه من هناك، التغطيه من مجاني برجله اليسرى، يرسلها طويله، ياسين ابراهيمي متاخر على هذه الكره، تسترجع السنغاليه مره ثانيه، ترجع للخلف. هذا السيناريو اللي تشاهدوا فيه مشاهدي الافاضل، عادي وطبيعي، عادي طبيعي وطبيعي انه يكون رد فعل عناصر المنتخب السنغالي بهذا الشكل، عادي وطبيعي، عادي وطبيعي. التوزيع هايل يا ريس، وعادي وطبيعي انه يكون عندنا ريس، عادي طبيعي انه يسد كرات مثل هذه ريس، عادي وطبيعي اننا نثق في ريس وهاب بولحي في هذه المباراه التي نقترب من ربع ساعتها الاولى. رئيس يرسل كرة طويلة، يلا يا سفيان، ياسين ابراهيمي متأخر، سنغالية الكرة في الخلف، يتحملوا في عبء المباراة عناصر المنتخب الجزائري. حذر يا مجيد، وضعية تسلل يقول الحكم، وضعية تسلل يقول حكم المباراة ضد المهاجم ساديو ماني. ما زالت جنوب افريقيا هنالك متفوقة بهدف مقابل صفر، حكم المساعد رفع الراية من هناك، سليماني مدرب، حليش مدرب، هاي الاجواء اللي موجوده في المنتخب الجزائري،
كرة طويلة، البحث عن هلال العربي السوداني. هل تعب هلال؟ هل حان موعد اقحام اسحاق بالفضيل حتى يوزن بثقله على مستوى دفاع المنتخب السنغالي؟ كرة تلعب من هناك، بدنيا نشعر بان اللاعبين الجزائريين يتحملوا في اعباء كبيرة جدا، تلعب على الجهة اليمنى من هناك لصالح المنتخب السنغالي. الكرة البينية مع باجي وجي ناحية بابيس، يغطي كورتو بابيس، يخرج من المراقبة مع مجاني. ارجع يا مجاني، ارجع يا مجاني، ارجع يا مجاني، مجيد وحده، ارجع يا مجاني. يبقى الكرة، يصدها سد مجاني، تروح للسوداني، يلعبها لياسين، انطلق ياسين في حاجة لمساعدة، ياسين يواصل ياسين، راح هلال، هيلا الكرة لهلال، هلال هلال. اوه تعبت يا هلال، تعبت يا هلال، معليش. تمريرة كانت رائعة جدا من ياسين ابراهيمي في اتجاه هلال السوداني. تلعب على الجهة اليسرى الكرة السنغالية مع السوادي سواري، عفوا تسترجع من سفيان فغولي، يلعب الياسين، تضرب في الحكم، تروح من هناك على الجهة اليمنى. هاي كرة صعبة يا غلام، هاي كرة صعبة يا غلام. أوه راحت، راحت الكرة من ماني، راحت، راحت الكرة من ماني، راحت. 30 دقيقة ستكون صعبة وشاقة، صعبة وشاقة ومتعبة. 30 دقيقة علينا وعليكم متعبة، فما بالكم على اللاعبين. طبعا منتخب السنغالي قوي، ضغوطات كبيرة جدا كانت على اللاعبين الجزائريين بعد خسارتهم أمام غانا في اللحظات الأخيرة، ضغوطات كبيرة جدا لا يعرفونها ولم يعيشوها في الملاعب الإفريقية. هذا كرسي احتياط منتخب السنغال. تروح لنبيل بنطالة في وسط الميدان، نبيل بنطالة بيلعبها لسفير طايدير، سفير طايدير يرجع لنبيل، نبيل على الجهة اليمنى يلعبها مباشرة مع عيسى مندي، عيسى مندي جي سفيان، طلبها سفيان في العمق، بعيدة يا عيسى، بعيدة يا عيسى، بعيدة يا عيسى، تغطية دفاعية سنغالية، تروح ترجع لك عيسى. الحكم ماذا قال؟ قال فيه دفع من سفيان، نعم، 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 دفع من سفيان لصالح باب سواري ولصالح منتخب السنغال. فوزي غلام من هناك على الجهة اليسرى، يوصلها مباشرة لرياض محرز، رياض هلال متسلل، رياض هلال متسلل، رياض هلال متسلل، متسلل يا هلال. وضع التسلل الواضحة هنا من هلال العربي السوداني. سنغالية الكرة من هناك على الجهة اليمنى، دائما التوغل من هناك، محاولة لعب كثير مركز من هناك على الجهة اليمنى بالنسبة للسنغال، وخطأ يقول الحكم ضد سفيان فغولي. لعبهم مركز كثيرا على لامين ساني وعلى ساديو ماني من هناك على الجهة اليمنى من الخط الأمامي لمنتخب السنغال، الجهة اليسرى من الخط الخلفي لمنتخب الجزائر. عشر دقيقة لعبنا مشاهدي الأفاضل منذ انطلاقة الشوط الثاني، دائما هدف للصفر للمنتخب الجزائري أمام السنغال. ودائما المنتخب السنغالي يعتمد على الكرات العالية المرفوعة في اتجاه المجموعة، مرفوعة من جيي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 
عيسى مندي بالراس تفوق. يرميو كرات في المجموعة، يرميو كرات في الأمام باتجاه مهاجميهم. ركنية ينفذها المدافع سواري. قتلوا تغيير آخر على جيريس مدرب المنتخب السنغالي بعد التغيير الاضطراري في الشوط الأول. مش عارف إذا حان التغيير بالنسبة للتشكيلة الجزائرية. المعطيات اللي عنده المدرب أفضل من أي واحد فينا مهما كان، معطيات لا يعرفها إلا هو. الكرة تنفذ في هذه الركنية مرفوعة في خطأ سيد الحكم أملو، والتغطية من نبيل بن طالب. ينقذ الموقف ويخرجها بعيدة تماما. يضغط ياسين إبراهيمي، كاد يخطفها، كاد يخطفها من رياض محرز. من كرة كانت صعبة وخطيرة، يبقى ياسين ساقط على أرضية الميدان. كاد يخطفها رياض محرز هذه الكرة وينطلق. يبقى ياسين إبراهيمي. نعرف بأن التعب هو اللي طيحك أكثر من شيء آخر، التعب أكثر من شيء آخر يا ياسين. كاد يلحق عليها رياض محرز هذه الكرة، الحكم لم يقل شيئا.
يطلب من ياسين إبراهيمي ينقل خارج أرضية الميدان. هذا الوقت المستقطع مهم جدا في مباراة من هذا النوع. هذه الثواني اللي يربحوها عناصر المنتخب الجزائري مهمة جدا. حذار يا مجاني، حذار يا مجاني. ولو أن هذه الأمور فوق أرضية الميدان في كرات المرفوعة تحدث باستمرار في لعبة كرة القدم. يشتكي لحكم المباراة يقول مسكول القميص. نعم مسكول القميص مجاني. نعم الاحتكاكات أيضا عادية جدا في لعبة كرة القدم داخل منطقة العمليات أو خارجها. المنتخب السنغالي الآن تلعب في الوسط عن طريق اللاعب كي غير تماما. ما زال اللاعب مركز من هناك على الجهة اليمنى لأن غلام رجع، غلام رجع. التسديدة والتوزيعة هنا عن طريق مجاني. ما زالت الكرة دائما سنغالية، يكرر في المحاولات باستمرار. لا ينقذنا سوى هدف ثاني من هجمة معاكسة. الكرة بالراس، مجيد بوقرة خرجها. سفير طايدير على مرتين. هلال العربي السوداني يلعب لنبيل بن طالب. تعبت يا نبيل، تعبت يا نبيل، ان الكره مثل هذه ما ترميهاش بالشكل اللازم معناها تعبت. ياسين يبحث عن الخطا، ياسين يبحث عن الخطا، محتفظ بالكره ياسين، يستفيد من خطا يحميه حكم المباراه، يحميه من امام ستيف، من امام ادريس ساكي. التغيير الثالث في التشكيله السنغاليه في هذه اللحظات، دخول مهاجم دامندوي في مكان ماني. دامندوي لاعب لوكوموتيف موسكو. خلاص ثلاث تغييرات احدثها المدرب الان جيريس في تشكيله منتخب السنغال. قوي جدا هذا قلب الهجوم مان بيرام ديوف. نعم قوي جدا. بعد ما دخل هكذا مهاجمين اثنين ممكن نصنع الفارق في هجمه معاكسه، لانه تقريبا السنغاليين الان مركزين كل همهم على اللعب الهجومي، مركزين كل همهم على البحث عن تعديل النتيجه. هنا بطاقه صفراء لديوف، هي صفراء حكم المباراه. مام ديوف لاعب نادي ستوك سيتي، خمس اهداف في 25 مباراه مع منتخب السنغال. الكره لصالح المنتخب الجزائري، بالخطا لصالح مجيد بوقرة. مجيد بوقرة كرة عرضية لسفيان فؤل، ياسين إبراهيمي، هيا الكرة. ياسين محتفظ بالكرة أمام زوج لاعبين. ياسين قبل ما تخرج يلعبها لعيسى مندي. تسترجع دائما السنغالية في الخلف عن طريق جيي. ولا سفير طايدان لم يتمكن منها اللعبة الثنائية. كأنه ينقصهم حاجة في وسط الميدان عناصر المنتخب الجزائري. ينقصهم حاجة في وسط الميدان عناصر المنتخب الجزائري. مسيطرين عناصر المنتخب السنغالي على الكرة وعلى اللاعب. حذاري من هناك يا مجاني. الكرة دماس يقول الحكم لصالح المنتخب الجزائري من امام بابيس سيسي. فوزي غلام يامره الحكم بتنفيذ التماس. يلعبها فوزي، ترسل كره طويله. معاناة كبيرة لعناصر المنتخب الجزائري في هذه المباراة، شيء طبيعي هذا سيناريو، صدقوني عادي وطبيعي جدا سيناريو مثل هذا، فريق متفوق وآخر يريد تعديل النتيجة ويريد تحقيق الفوز في هذه المباراة حتى لا يبقى مصيره معلق بالمباراة الثانية بين جنوب إفريقيا ومنتخب غانا. هنا خطأ يصفر حكم المباراة لصالح اللاعب كواتي. مرفوع الكرة في القائمة الثانية، التغطية الدفاعية وبعيدة، حكم يقول ضربة مرمى، ضربة رأسية بعيدة تماما. رتم قاتل سيناريو قاتل. ياسين تريد التغيير، اي 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 ياسين يطلب التغيير، خلاص ما قدرش ياسين لأسباب مختلفة، إصابة وتعب وإرهاق. لم يقدر ياسين إبراهيمي على مواصلة اللعب. هل نشاهد كسحي في وسط الميدان من أجل تدعيم البقية؟ أم من سيدخل؟ من سيدخل يا كريستيان غوركوف الآن في هذه اللحظات في مكان ياسين إبراهيمي قبل نهاية المباراة ب 21 دقيقة؟ إسحاق بالفضيلة هو اللي حيدخل. يصر على اللاعب الهجومي كريستيان غوركوف. قلت لكم بأنه المعطيات اللي عنده المدرب لا نملكها ولا يملكها من كل من يريد أن يتفلسف في لعبة كرة القدم.
أوكي تبدو بعض الأمور النظرية عادية جدا على هكذا للعيان، ولكن المدرب هو الأقرب لمعرفة قدرات لاعبيه وإمكانياتهم. حاجة مثل هذه مثلا لو لم نشاهد ياسين إبراهيمي يطلب التغيير وخرجوا بعد 5 دقائق كان الناس تقول لماذا يخرج ياسين إبراهيمي. هاي الأشياء البسيطة اللي ممكن تحدث ولا يعرفها الكثير من 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 المتتبعين، لا يعرفون مثلا هنا بأن ياسين إبراهيمي طلب التغيير. من حسن الحظ شفناه في الصورة منذ حين. رفيق حليش إسلام سليماني وكذلك الحارس الثالث للمنتخب الجزائري عز الدين دوخة حارس مرمى فريق شبيبة القبائل. الدقيقة 70 بقات 20 دقيقة مشاهدي الأفاضل على نهاية المباراة. ياسين إبراهيمي سيخرج بعد حين ويدخل في مكانه إسحاق. أي سلامات يا ياسين، سلامات يا ياسين، سلامات يا ياسين. هاي الأجواء القارية، ياسين إبراهيمي في أول مشاركة له في نهائيات كأس أمم إفريقيا. كرة طويلة بالرأس من هناك من الهلال العربي السوداني، تغطية دفاعية وصلت سنغالية مرة ثانية من هناك على الجهة اليمنى، التغطية والتوسيعة معلش معلش الكرة راحت ركنية هنا. التغطية الدفاعية من نبيل بن طالب. ابتسامتك هذه تعطينا ثقة يا نبيل، ابتسامتك هذه تعطينا الثقة فوق أرضية الميدان. تلعب الكرة السنغالية بعيدة 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 تماما خرج ضربة مرمى يقول حكم اللقاء، بعيدة تماما خرج ضربة مرمى يقول حكم اللقاء. مهدي الأحسن وإسحاق بالفضيل يهيئان في أنفسهما. طبعا كنت أشك بأنه يدخل إسحاق بالفضيل في مكان ياسين إبراهيمي، يدخل إسحاق في مكان هلال أوكي، أما مهدي الأحسن هو اللي راح ياخذ مكان اللاعب ياسين إبراهيمي في وسط الميدان. وقت قلت لكم بأنه ينقصنا شيء في وسط الميدان، ربما الأحسن لكي يدعم الخط الخلفي أو يحدث التوازن في خط وسط الميدان بالنسبة للمنتخب الجزائري. طبعا نبيل بن طالب يغلق شوية على الجهة اليسرى من هناك، مهدي الأحسن يدخل في الوسط مع طيدير، كرة أخرى مرفوعة في القائمة الثانية من هناك والتغطية من فوزي غلام يرسلها مباشرة لرياض محرز. يخرج رياض بالكرة للحكم يقول خطأ ليك يا رياض، الحكم يقول خطأ ليك يا رياض. مهدي الأحسن يدخل في مكان ياسين إبراهيمي في هذه اللحظات من عمر المباراة مشاهدي الأفاضل. لاعب نادي خطافي مباراته رقم 42. سلامات بالنسبة لياسين وانطلق هلال من هناك على الجهة اليسرى في صراع مع لاعب سنغالي. هلالي وصل والكرة بالتماس، لا الكرة لم تخرج تبقى سنغالية دائما. في وسط الميدان سفيان فغولي يضغط وانطلق من هناك من كواتي على الجهة اليمنى، يرجع رياض محرز يقوم بالواجب ودوره كما ينبغي في الخط الخلفي أو بالأحرى عندما نضيع الكرة. مرة أخرى الكرة سنغالية عرضية على الجهة اليسرى، راحت راحت في وقت وين منتخب غانا عدل النتيجة في هذه اللحظات، في وقت وين المنتخب الغاني عدل النتيجة في هذه اللحظات. الحكم يقول خطأ آخر لسفير طيدير. الجزائريون طبعا مطالبين بالفوز حتى لا ينتظروا صدقة من أي كان. العشرين دقيقة الأخيرة كم ستكون صعبة، كم ستكون صعبة. خليكم معنا، ابقوا معنا نتبعوا هذه المباراة لأنه في نهاية المطاف هي مباراة في كرة القدم. إذا المنتخب الجزائري يستاهل يستحق أنه يتأهل يتأهل، وإذا لم يفوز فهذا يعني بأنه لا يستحق التأهل. ولكن عندما نقول لا يستحق التأهل، أوه حذاري من هناك، كرة في الغفلة من دفاع منتخب الجزائري، حذاري والتغطية الدفاعية من مهدي الأحسن. في وقت كنت أقول إذا المنتخب الجزائري لم يفوز اليوم فهو لا يستحق التأهل، ولكن عندما نقول لا يستحق التأهل هذا لا ينقص من قيمة المنتخب الجزائري شيئا، ولا ينقص من عشقنا له واحترامنا للاعبين الجزائريين على أدائهم وعلى أيضا ما وصلوا إليه وعلى قدراتهم التي توحي ب أو توحي بمستقبل كبير جدا للمنتخب الجزائري. يا نبيل بن طالب حذاري، يا نبيل بن طالب حذاري، الكرة ضايعة يا نبيل بعيدة على سفيان، كرة صعبة وتسترجع من مهدي الأحسن، ما زالت الخطورة ونبيل بن طالب يرجع، راحت مباشرة من هناك. بعقلك يا رياض، بعقلك يا رياض يوصلها لسفيان،
سفيان يزيد في السرعة، سفيان عنده الكرة. سفيان لسوء حظنا ليس سفيان الجزائر سابقا وليس سفيان فالنسيا. طبعا يأتي وقت على أي لاعب أنه لا يكون في المستوى سواء في مباراة أو في دورة مثل ما هو الحشائر بالنسبة لسفيان. هنا محاولة الاحتفاظ بالكرة وصلت لمهدي الأحسن، لمن يا مهدي؟ إلى الكرة من هناك وصلت لرياض محرز. شوف المراقبة رياض، شوف المراقبة رياض، خل غلام رياض يوزع جول. وبابا جول، وبابا لم تدخل، وبابا جول، وبابا لم تدخل. يا سلام، لا تستحق هذه الكرة أن تدخل الشباك. بابا بابا تدخل قوي وخشن. ألا تستحق هذه الكرة أن تكون هدفا؟ ألا تستحق هذه الكرة أن تدخل الشباك؟ ألا تستحق الجزائر هدف ثاني في هذه الكرة؟ يا سلام يا سلام يا سلام أصداع، يا سلام فوز غلام ساقط على أرضية الميدان. يا سلام، يا لها من كرة ويا لها من لقطة ويا لها من فرصة. أبت الدخول هذه الكرة، نعم أبت التدخل الخشن. شوف الإعادة، الحارس لم يلمسها، الطايدار بقوة، اللاعب يصدها. وبا با 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 ربع ساعة فقط. بقت نقول فقط ولكن كم ستكون طويلة، نقول فقط ولكن كم ستكون طويلة. الكرة لصالح نصر، المنتخب السنغالي في الخلف، ترجع لقلب الدفاع. جيجو لوبوجي، جيلو بوجي وليس جيجي لوبوجي، جيلو بوجي مع رفيق بوجي. ما زالت سنغاليه وضاغطين اللاعبين الجزائريين. مهدي الاحسن يضغط، وين رايح يا مهدي؟ وين رايح يا مهدي؟ ما زالت سنغاليه، حذاري خلفك يا غلام. ما زالت الكره سنغاليه تلعب من هناك. رياض محرز في التغطيه، ثم صاني عنده الكره، صاني بالراس، التغطيه من مجاني. اوه هايل يا مجيد، هايل يا مجيد، هايل يا مجيد، هايل يا مجيد، ينقذ الموقف ويخرج الكره بالراس. ما زالت الكرة دائما سنغالية، تغيير على الجهة اليسرى، على الجهة اليسرى يلحق عليها المدافع سواري، وزعها سواري. والله راني حاب نقول السنغاليين لو يلعبوا يوم كامل ما يسجلوش على الجزائريين، حاب نقولها وخايف، ولكن أنا قلت السنغاليين لو يلعبوا يوم كامل لا أعتقد بأنهم سيسجلون. يعني حبيت نوجه رسالة اطمئنان للجماهير الجزائرية اللي تابع معنا هذه المباراة، يا ريت يتحقق. هاي الإعادة لكرة سفير طايدير، واو خرجها المدافع من على الخط، كرم بوجي أنقذ مرماها. بطاقة صفراء لرئيس على تضييع للوقت. إذا كان ضيعت الوقت فتستحق يا رئيس، ولا كلمة ولا يرفع صبعه. نعم سيد الحكم يريد أن يقول رئيس وهاب بن بلحي، إذا ضيعت الوقت وشفت بأنه استحق البطاقة الصفراء فهو كذلك. 12 دقيقة بقات على نهاية المباراة. منتخب الجزائري الآن متأهل في المركز الأول. رئيس وهاب بن بلحي يرسل كرة طويلة من هناك لرياض محرز بالراس، تغطية سنغالية. لازمكم كثير من التركيز، كثير من التركيز في هذه اللحظات. حكم يقول لمسة يد أو فيه خطأ لدفاع المنتخب الجزائري. التركيز الذي افتقدتموه في المباراة الأخيرة أمام غانا في اللحظات الأخيرة يجب أن تحافظوا عليه وتبقوا مركزين كما ينبغي. احنا نقول يجب ويجب ويجب في الكرة لأننا جالسين على كراسي وعلى أرائك ونتبعوا في مباراة لكرة القدم. مقابل يجب في أشياء كثيرة موجودة في لعبة كرة القدم لا نتحكم فيها، لأنه فيه خصم يجب أن يحترم وفيه خصم محترم كما ادعى اليوم دعم منتخب السنغال يجب أن يحترم. حتى لو فاز منتخب السنغال اليوم نقدر نقول أيضا يستحق الفوز على المنتخب الجزائري. تلعب الكرة من هناك على الجهة اليمنى عن طريق صاني، صاني يلعبها في العمق. الجزائريون لم يستسلموا ولن يستسلموا، أنا عارف. في وسط الميدان كرة سنغالية توصل على الجهة اليسرى ناحية بابا سواري، بابا سواري مع سفيان، بابا سواري تفوق عليه سفيان، بابا سواري وسفيان تفوقا، يخرجها للتماس سفيان.
تلعب سنغالية الكرة، تغطية دفاعية من عيسى مندي بعيدة تماما من عيسى. مسيطر الآن نقدر نقول المنتخب السنغالي على مجريات المباراة، مسيطر ولكن من دون تجسيد. كرة أخرى مرفوعة، مجيد بوقرب الراس، وصلت من هناك لباب سيسي. هاي الفوز غلام، زاد الخضورة في القائمة الثانية، كرة صعبة. أوب أوب أوب، خرجت 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 ضربة مرمى، خرجت ضربة مرمى يقول حكم اللقاء. ها لو المنتخب الجزائري يفلت من هذه المباراة راح يروح بعيد في نهائيات كأس أمم أفريقيا. كما كان منتظر الهلال العربي السوداني يخرج في هذه اللحظات ويخلي مكانه لإسحاق بالفضيل لاعب نادي بارما في مباراته التاسعة. قمت بالواجب وباللازم يا هلالي العربي السوداني، نعم قمت بالواجب واللازم في هذه المباراة. إسحاق بالفضيل، هل تعرف بأنك لم تسجل مع المنتخب الجزائري في الثمان مباريات السابقة اللي لعبتها؟ ما رأيك لو تسجل لنا اليوم يا إسحاق؟ اليوم يومك، خاصة أنه بقات 10 دقائق فقط. هاي الكرة بالعقب وندرق على الجيل الأسرة، فتو المدافع السواري، فتو الكرة من سيسي، خرجت للتماس يقول حكم المباراة لصالح المنتخب الجزائري. عيسى مندي يرسل كرة طويلة مباشرة لسفيان، انطلق سفيان، أين أنت يا إسحاق؟ يواصل سفيان، تدخل خشن سيد الحكم، تدخل خشن سيد الحكم وخطأ لصالح سفيان. هو سواري راح يتلقى البطاقة الصفراء، نعم يتلقاها. باب السواري يخطئ من امام سفيان فغولي وخطا وبطاقه صفراء يقول حكم اللقاء لصالح المنتخب الجزائري. يلعب من مهدي الاحسن مباشره لعيسى مندي، طلبها سفيان يا عيسى، يفضل اسحاق بالفضيل، اسحاق بالفضيل مع سفيان، سفيان واسحاق، سفيان اطلبها من هناك، الكرة صعبة، الفرصة للجول، جول 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 جول، الهدف الياي اسوي جول، هدف جول للمنتخب الجزائري يا نبيل، بوم جول 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 جول، نبيل بن طلب يسجل الجول، هدف أول للمنتخب للمنتخب الجزائري، هدفك الثاني يا نبيل، يا سلام، جول يا نبيل، جول يا نبيل، جول يا نبيل، جول يا نبيل، سفيان مررها لنبيل، استلم بوم على يسار الحارس، يسجل الثاني نبيل، الحرب قتال، خداع، والكرة خداع، والجزائريين خدعوا السنغاليين بهدف ثاني في هذه اللحظات، يا سلام عليك يا سفيان، يا سلام عليك يا نبيل، من رحم المعاناة تعودون، جول يا نبيل، جول يا نبيل، جول يا نبيل، بعيدة راحت الكرة، خرجت ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى، هدفان مقابل صفر، ست دقائق بقيت من عمر المباراة، ست دقائق بقيت من عمر المباراة، الجزائريون متفوقون على السنغال، لا ثمانية، لا سبعة، الجزائريون متفوقون على السنغال بهدفين مقابل صفر، الكرة خداع، الكرة فعالية، الكرة أهداف، المنتخب الجزائري الصامد، المنتخب الجزائري الثابت، المنتخب الجزائري الذي لم يشك في إمكانياته. كرة أخرى صعبة سنغالية، تغطية دفاعية تخرج بعيدة تماما. الآن مش عارف إذا لازمنا وسط ميدان آخر أو مدافع آخر، لأنه اللاعبين السنغاليين يلعبوا بمهاجمين اثنين في الأمام. كرة من عيسى مندي، الحكم خلى الأفضلية، راحت لإسحاق بالفضيل، أرجع صفرنا خطأ سيد الحكم، أرجع صفرنا خطأ سيد الحكم، ما زالت سنغالية الآن. غانا متفوقة بهدفين مقابل هدف واحد ونحن متفوقين باثنين صفر، لا تهمنا غانا الآن، المهم هنا في هذه المباراة، المهم هنا في هذه المباراة، المهم هنا في هذه المباراة، تلعب هناك على الجهة اليمنى، صعبة، صعبة للمنتخب السنغالي، صعبة، صعبة للمنتخب السنغالي، صعبة، صعبة للمنتخب السنغالي، صعبة، أنت الأصعب يا ريس، أنت الأصعب يا ريس، أنت الأفضل يا ريس، بعقلك يا ريس ماذا تفعل؟ بعقلك يا ريس ماذا تفعل؟ الكرة بالفضيل يضغط،
سنغالية وسفيان يخرجها مباشرة للتماس لصالح المنتخب السنغالي. 6 دقائق و20 ثانية بقات على نهاية المباراة. 6 دقائق و20 ثانية يا نبيل يا بن طالب، هدف ثاني للخضر. الكرة تلعب سنغالية. حذري 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 يا سفيان، حذري يا طيدير، هاي يا طيدير، طيدير عنده الكرة، طيدير يخرجها بعيدة لإسحاق بالفضيل. لا إسحاق رجع، مازال سنغالية في وسط الميدان. جي يراوغ جي، يلا يا إسحاق، يلا يا إسحاق دخلت الآن، يلا يا إسحاق دخلت الآن. في الوسط لصالح عناصر المنتخب السنغالي، تلعب من هناك والتغطية من رياض، رياض يغطي الكرة، يلعبها لنبيل، نبيل لغلام، يرجع للخلف لنبيل، نبيل إلى لرياض، معك غلام يا نبيل، وصلت هذه الكرة لغلام، غلام تقدم يا نبيل، ارجع في وسط الميدان الكرة السنغالية، في وسط الميدان الكرة السنغالية في العمق، خلاها مجيد. الخمس دقائق الأخيرة مشاهدي الأفاضل على نهاية هذه المباراة، الخضر متفوقون بهدفين مقابل صفر أمام السنغال، الكرة خداع. الخضر اليوم خدعوا السنغال، خادعين السنغال بهدفين مقابل صفر. خسرنا المباراة الأولى، فزنا بالمباراة الأولى وخسرنا الثانية، اليوم شيء آخر وكلام آخر وسيناريو آخر. هاي اللعبة الخطيرة لمنتخب السنغال، هاو الخطير هو رئيس وهاب الملحي، يلتقط هذه الكرة في الظروف الصعبة. يا سلام عليك يا رئيس، يا سلام عليك يا رئيس، مرفوع الكرة، حذر يا رئيس، مجيد بقرة بالراس، الحكم ماذا قال؟ ابقى طايح يا مجيد، ابقى على أرضية الميدان يا مجيد، خرجها يا سفير، خرجها يا سفير. أوي الكرة خارج أرضية الميدان، مجيد ساقط على أرضية الميدان. الخمس دقائق الأخيرة من عمر المباراة، اذكروا ماذا قلت لكم بأن السنغال لو يلعب يوم واحد لا يسجل، هدفان مقابل صفر، هدف ثاني من أروع ما يكون من نبيل في أي لحظة من لحظات المباراة. المنتخب الجزائري قادر، ما زالت هناك نقائص من الناحية البدنية، ولكن فوق أرضية ميدان أفضل اليوم. الجزائريون حطوا الكرة في الأرض، الجزائريين لعبوا الكرة كما ينبغي، الجزائريين اليوم سجلوا جول أول وسجلوا هدف ثاني ومتفوقين الآن بهدفين مقابل صفر. يا سلام عليكم، يا سلام، ما شاء الله على أبناء بلدي، متفوقين بهدفين مقابل صفر قبل 4 دقائق من نهاية المباراة. ما زال عندك فرصة تغيير ثالث يا كريستيان غوركوف، نعود نقول بأنه أنت اللي عندك المعطيات مش أنا، أنت اللي عندك المعطيات، أنت اللي تشوف ماذا يلزم ممكن يخلي التغيير إلى أي طارئ يعني في اللحظات الأخيرة يذبح به 40 ثانية ولا 50 ثانية. أعطيونا الكرة، أعطيونا الكرة، نعم، خرجوها مباشرة للدماس. 3 دقائق قات على نهاية المباراة. مجيد أنت برا ولا الداخل؟ مجيد أنت برا ولا الداخل؟ مجيد الداخل. الكرة في المخالفة لصالح عناصر المنتخب الجزائري ولصالح عيسى مندي. هل نبيل رجعت في مكان مجيد ولا ماذا؟ كرة لسفيان فغولي، التركيز مطلوب، التركيز مطلوب. الكرة السنغالية من هناك على الجهة اليمنى، يرجع سفيان وفيه خطأ، يقول حكم المباراة، لصالح المنتخب السنغالي. هل رجع مجيد ولا لا؟ صعبة المخالفة لصالح المنتخب السنغالي، صعبة ككل المخالفات لصالح المنتخب السنغالي. مرفوعة في القائمة الثانية، رئيس اخرج رئيس، وسفيان وكذلك من هذا؟ هذا سفيان، وانطلق راح إسحاق، راح يا رياض. معليش يا رياض، ارجع معليش. الرياض كان يفعلها ويسجل الثالث، الرياض كان يتجار ربعة. شوف الحرارة اللي عندهم والعزيمة اللي عندهم، صاروا ربعة أقرب من الكرة. حذاري من هناك في الرواق الأيمن، دقيقتان فقط. الرياض محرز كاد يتفوق بهذه الكرة، ما زالت عن طريق صاني، صاني يتوغل من العمق، صاني الكرة السنغالية يا مجيد، هايل يا مجيد، ما زالت الكرة السنغالية في العمق، صعبة الكرة يا مجيد، يا مجيد يخرجها بعيدة تماما من هناك على الجهة اليسرى. يا رياض لعبت مباراة كبيرة اليوم، ما زال غالق الزاوية من هناك، الكرة السنغالية ثنائية، حذري تسديدة راحت، سلامات 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 سلامات، الكرة خرجت،
خرجت ضربة مرمى لرئيس وهاب بولحي. الجزائر تمرض ولا تموت، تخسر ولا تنكسر، وعندما تريد تتألق وتتفوق وتفوز. نعم تفوز وتتأهل للدور الربع النهائي بجدارة واستحقاق، وتسكت كل من شكك في قدرة هؤلاء اللاعبين. نعم الكرة بعيدة ناحية إسحاق بالفضيل، بالرأس إسحاق، جزائرية مرة ثانية، طلبها إسحاق، استلمها إسحاق، راح إسحاق يرجع لنبيل، خذها يا نبيل، يواصل نبيل عنده الكرة، نبيل يواصل، نبيل يرتكب خطأ، ارجع يا نبيل إذا بقالك نفس، ارجع يا نبيل إذا بقالك نفس، ارجع يا نبيل إذا بقالك نفس، من دون احتجاج لا على الحكم وعلى أي ولا على أي واحد. 60 ثانية 50 ثانية بقات على نهاية المباراة. هدفان مقابل صفر للمنتخب الجزائري. عرضية الكرة من هناك، ما زالوا يركزوا. يا رياض كاد يتفوق بها رياض في وسط الميدان لصالح عناصر المنتخب السنغالي. يواصل المنتخب السنغالي عنده الكرة، لعبة ثنائية، الخروج من مجيد بوكرة والخروج من غلام، ما زال السنغالية من هناك. يلا يا رياض، معها زوج رياض، معها زوج رياض، التوزيع عيسى يا عيسى يا عيسى يا ابن الجزائر يخرجها مباشرة للتماس من هناك. مباراة بطولية، نعم كسحي راح يدخل أول مباراة له في تاريخه مع المنتخب الجزائري. حذاري حذاري، تغطية رياض محرز، راحت لنبيل، شوف كيف يخرجوا الكرة الغزلان، شوف شوف كيف يخرجوا الكرة المحاربين، شوف يخرجوها بالبراعة اللازمة. رياض انت رائع يا رياض. الوقت الرسمي انتهى سيد الحكم، 3-4 3-4، 3 ولا 4 دقائق سيحتسبها الحكم الرئيسي من عمر الوقت بدل الضائع. 3 عندك حق و4 عندك حق، 5 لا. ما زالت الكرة السنغالية في الخلف، في الخلف تعبوا اللاعبين السنغاليين، لم يقدروا على التسجيل اللاعبين السنغاليين. ما زالت الكرة دائما لصالح عناصر المنتخب السنغالي. 4 دقائق راحت راحت راحت، خرجت راحت خرجت هذه الكرة، ضربة مرمى والتغيير. كسحي ياخذ مكانه الآن في مكان نبيل بن طالب. كسحي وسط ميدان المنتخب الجزائري ياخذ مكانه في أول مباراة أحمد كسحي يلعبها لاعب نادي ميتس. نعم هي أول مباراة يلعبها. يا نبيل، يا نبيل، يا نبيل، أنقذتنا من مأزق يا نبيل، وتمكنت من التهديف وتسجيل الهدف الثاني لصالح المنتخب الجزائري. يا سلام على منتخب الجزائر، يا سلام، يا سلام على منتخب الجزائر، يا سلام. في الموعد ويتأهل للمباراة الربع النهائية. لم يكن بإمكانكم أن تخرجوا بهذا الشكل، لم يكن بإمكانكم أن لا تبذلوا كل جهودكم من أجل الفوز ومن أجل النفي كل الإشاعات التي بخصوص لاعبي المنتخب الجزائري بأنه في مشاكل بيناتهم ومع المدرب. غريب الكلام اللي سمعناه في بعض وسائل الإعلام. الكرة تلعب في الوسط، كسحي في أول كرة، مهدي الحسني يتفوق، الحكم لم يقل شيئا، الكرة تروح ليسحاق بالفضيل، ابقى دقيقتين فقط، خلاص قضي الأمر، خلاص قضي الأمر. كرة سنغالية صعبة، كرة سنغالية، سددها وخلينا الكرة من هناك على الجهة اليمنى مباشرة مع صاني، صاني معاه زوج ثلاثة مرفوعة من صاني. أنت مجاهد يا مجاني، أنت مجاهد يا مجاني في هذه المباراة وغيرها. يخرج الكرة للركنية، دقيقتان وبضعة ثواني تلعب الكرة، التركيز إلى غاية آخر اللحظات، التركيز إلى غاية آخر اللحظات، الكرة بالرأس والدفاع يدخل ويخرجها. دفاع بطولي اليوم، دفاع بطولي اليوم، كانوا عنه يقولوا بأنه ضعيف، كانوا يقولوا عنه بأنه ضعيف، ولكنه قوي بإرادته، قوي بعزيمته، قوي بمهاراته، قوي بقدراته عندما يشاء. السنغاليون لم يفهموا شيئا، يجب أن تفهموا بأنكم واجهتم الجزائر اليوم، يجب أن تفهموا بأن الجزائر عندما تكون في ظروف صعبة تنهض وتستقوى، تنهض وتقاوم وتلعب من أجل الفوز وإرضاء عشاق الكرة في الجزائر. الآن بوصولكم للدور الربع النهائي ستلعبون بارتياح كبير، في مباراة واحدة كل شيء يبقى ممكن. الكرة فصلت في وسط الميدان لسفير طايدين، راح عنده الكرة سفير، انتهت المباراة وتأهلنا يا ناس. سفير عنده الكرة، سفير يسدد والكرة جانبية، خلاص تأهلنا، خلاص خلاص تأهل المنتخب الجزائري، خلاص نزيدوا لكم يومين ولا تسجلوا على رئيس وهاب بولحي في هذه اللحظات الأخيرة. تأهلنا خلاص يا ناس، تأهلنا خلاص، تأهلنا بعد 20، بعد 90 دقيقة عشنا فيها العذاب وعلى الأعصاب. نعم عذبونا السنغاليين، ولكن عذابنا كان أقاسي بتسجيل هدف ثاني من نبيل بن طالب. الكرة بالرأس من عيسى مندي تروح في وسط الميدان للسنغاليين، قضي الأمر حتى لو سجلتم الآن، خلاص انتهى الأمر، بقات 40 ثانية. حذاري من هناك على الجهة اليمنى، كرة سنغالية تلعب في العمق، السيو السيو، وفي خطأ.
حتى ولو سجلتم الآن سيصفر الحكم مباشرة بعد إعادة الكرة إلى المباراة. حتى لو سجلتم الآن الحكم سيصفر مباشرة بعد أن ينطلق الشوط بعد أن تعيد المباراة. منتخب المواعيد الكبرى والمهمات الصعبة ومنتخب التحديات نجح اليوم في تحديه الجديد. المحاربون اليوم لم يبخلوا علينا بجهدهم وعطائهم، ولم يبخلوا علينا بإصرارهم وعزيمتهم وقوتهم. نعم يا رئيس، أنت رئيس الفريق يا رئيس يا وهاب ينبلحي. هدف مقابل صفر للجزائر أمام السنغال. يا له من فوز، يا لها من فرحة تصورها عند أبناء بلدي هنالك في الجزائر وفي كل مكان. هدفان مقابل صفر من رحم المعاناة بعد تلك الخسارة في اللحظات الأخيرة أمام غانا. كم كانت قاسية ومرة، كم كان صعب تجرحها تلك الخسارة في المباراة. غانا تأهلت والجزائر أيضا تأهلت إلى الدور الربع النهائي. تأهلنا، المخالفة نفذ والدفاع قضي الأمر وانتهى كل شيء. مبروك للجزائريين، مبروك للجزائريين على هذا الفوز والتأهل للدور الربع النهائي بجدارة واستحقاق. في الربع النهائي سيكون كلام آخر، صدقوني بأن الجزائر ستذهب بعيدا بإذن الله. شكرا لكم وألقاكم بألف خير بإذن الله. الأخضر بعد لحظات سيكون لديكم.